السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاول كده ايه النهارده هنتكلم عن ثلاث مواضيع اللي هي المحاضره بدات تتكلم فيها امبارح. هنتكلم الاول عن الجنرال ترانسفير فانكشن بتاعت السيستمز. هنعمل شويه اناليسيس كده عام ليها. ازاي نقدر نرسم او نجيب الفريكونسي ريسبونس كماجنيتيود وفيز من البول بلوت جراف. في عندنا رسمه فيها البول البول والزيرو بلوت، فيها البولز والزيروز. من الرسمه دي اللي هي فيها البولز والزيروز هنشوف ازاي دايركتلي نقدر نرسم فريكونسي ريسبونس كماجنيتيود وكفيز، وبالتالي نقدر نديترماين نوع الفلتر بتاعنا هاي باس باند باس اول باس اند سو. ده اول جزء من السكشن. الجزء الثاني هنتكلم عن الفيرست اوردر سيستمز، هنشوف ازاي نقدر نعمل كمان رياليزيشن ليهم، يعني برضه هناخد الديفرنت بول زيرو بلوتس للفيرست اوردر سيستمز، وبعدين هنشوف بقى الحاجات المختلفة الهاي باس واللو باس والاول باس والجنرال سيستم، ونشوف كمان ازاي نعمل لهم رياليزيشن، يعني سواء بس او اكتر. المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن كان في بعض الأمثلة كان فيها لو باس وهاي باس فلترز، حاجات قديمة بس الار والسي عملنا بيها مرة هاي باس وعملنا بيها مرة لو باس. فاحنا النهاردة برضو ايه هنعيد الكلام ده تاني، بس هنتكلم عنه كباسل وهنتكلم عنه. اخر حاجة هنتكلم عن السكند اوردر فلتر. احنا المرة اللي فاتت عملنا اثبات بخصوص السكند اوردر فلتر، لو تفتكروا اثبتنا ان الكواليتي بتاعتي لو اقل من النص هيبقوا البولز بتاعتها نيجاتيف وريال، لو بيساوي نص هيبقوا نيجاتيف وريال بس ديبيتد، لو اكبر من النص هيبقوا كومبلكس كونجوجيت. احنا المرة دي برضو هنكمل كلام عن السكند اوردر فلتر، بس تحديدا بقى احنا مهتمين بحاجة زي البيكينج، اكيد يعني الدكتور اتكلم عنها امبارح في المحاضرة. هنتكلم حقيقة عن حاجة زي الكونستنت باند ويث بيحصل امتى، الكونستنت كواليتي بتحصل، شكل البولز لما البولز بتتغير بشكل عامل ازاي، نقدر نقول ان السيستمز بتاعتنا السيستم الاولاني والثاني مثلا ليهم نفس الكواليتي او الباند ويث اند سو. تمام؟ فده كده الاوت لاين بتاع السكشن بتاعنا. في الاول كده احنا عندنا الفلتر بتاعنا ادي اتش اوف الاس جنرالي هو حاجة عاملة كده اي ام اس تو ذا باور ام اند سو اون لحد اي 1 اس بلس اي نوت تحت كده اس بالباور ام بي ام ماينس 1 اس ام ماينس 1 لحد ايه؟ بي 1 اس بلس بي نوت. احنا قلنا المره اللي فاتت ان ده كده ده عباره عن سبيكتروم بتاع الامبالس ريسبونس او الامبالس ريسبونس بتاعتك في الفريكونسي دومين. لو عاوزين نجيبها في التايم دومين هنعمل ايه؟ يعني ستريت فورورد كده ممكن نعمل بارشال فراكشن، هتبقى عندي اقدر اكتب الترانسفير فانكشن بتاع السيستم اللي هي عباره عن تو بولينوميالز n of s over d of s، اقدر اكتبهم بالشكل دوت a over s plus alpha plus b s plus c over s squared plus beta s plus gamma and so on. d مثلا over s plus delta over s minus delta plus e s plus f over s squared minus lambda s plus beta plus g s plus h over s squared plus omega squared and so on. تمام؟ In general يعني لما نيجي نعمل partial fractions فالديفرنت فاكتورز بتاعت الدي اوف الاس او بتاعت الدينومينيتور ممكن different cases in general تبقى حاجات عامله كده، ممكن يبقى عندي في first order characteristic function اما اس بلس الفا اما تديني بول في النيجاتيف على النيجاتيف ريال اكس او تديني بول بس على البوزيتيف ريال اكس، او ممكن تكون الكاركترستيك فانكشن تديني ايه؟ تديني كومبلكس كونجكت بول، طبعا تديها بالشكل دوت يعني مش عارف اعملها فاكتورايزيشن او البوز بتوعي ما هماش ليا، ما قدرتش اوصل لحاجات زي كده. طالما هي الحلول بتاعتها كومبلكس فاكيد هتبقى كومبلكس كونجكت لان الكوفيشنز بتاعته ريال. هنا دي هتديني كومبلكس كونجكت بولز بس في النيجاتيف هاف بلين، دي هتديني كومبلكس كونجكت بولز بس في الرايت هاف بلين. تمام؟ ده طبعا هيديني ايه؟ اس سكويرد بلس اوميجا سكويرد هيديني على جي اوميجا اكس. تعالوا كده احنا عشان نجيب الاتش اوف التي بقى اللي هو الامبالس ريسبونس بتاعي بس في التايم دومين، تعالوا نشوف بقى الديفرنت كيس. والله لو اول كيس يعني الاس اللي بتساوي نيجاتيف الفا ده عباره عن البول، وطبعا الديفينيشن ان جنرال بتاع البول هو عباره عن ايه؟ ليمت لما الاس تنس للاس بول اتش اوف الاس يساوي كام؟ يساوي انفينيتي. يعني لو الاس شلتها وحطيت اس بول تديني انفينيتي. فهنا عند الاس اللي بتساوي نيجاتيف الفا ده موجود في الليفت هاب ايه؟ وعلى النيجاتيف ريال اكس الامبالس ريسبونس بتاعتي بتبقى عامله ازاي؟ نعمل لابلاس انفرس مش كده؟ لو عملت لابلاس انفرس بالشكل ده هيدينا ايه يا شباب؟ هيدينا ايه؟ اي نيجاتيف الفا تي. تمام؟ فهيدينا ايه؟
شكله كده في التايم دومين هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ديكينج اكسبونشن. تمام؟ ده هنا الرسمه بتاعت الماكس ريسبونس بتاعت التايم دومين. هنا انا برسم البولز بتوعي على الاس بلين. الاس بلين ده الريال اكس بتاعه سيجما وده الايميجنري اكس اللي هو جي اوميجا. طيب يبقى الحاله بتاعتي لو انا عندي بول على النيجاتيف ريال اكس يبقى الامبالس ريسبونس بتاعي هيكون عباره عن ايه؟ ديكينج اكسبوننشال. طب لو هما كونتكس كونتكت بس برضه في الليفت اب بلين يعني لو هما موجودين هنا كده. يعني مثال لو انا عندي ده هنا كده ايه؟ اس سكويرد بلس اس بلس 1. ده نجيبه لباس انفرس ازاي؟ اكيد انتوا فاكرين كنا بنعمل اكمال مربع نقول مثلا اس بلس حاجه اس بلس نص اول سكويرد ماينس مثلا ربع حاجه زي كده. نقول في الاول هي عباره عن ايه؟ واحد على اس سكويرد بلس اس سكويرد ده اللي هو بيدينا ايه يا شباب؟ ده اللي هو بيدينا ساين او كوساين مش كده؟ يعني ده مثلا لو فوق هنا اوميجا على اس سكويرد بلس اوميجا سكويرد ده كده ايه؟ ساين في بلس انفرس. طب لو فوق اس ده في بلس انفرس ايه؟ كوساين لو انتوا فاكرين يعني. فده بيديني ساين او كوساين بس الاس اتضاف عليها حاجه يبقى ده معناه ايه؟ الاس لو عندي شيفت في الفريكونسي دومين يبقى انا عندي ايه في التايم دومين؟ اكسبوننشال. بالتالي لو انا عاوز اجيب ده في التايم دومين هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى شكله حاجه عامله كده هيبقى هو عباره عن ايه؟ اي ماينس لو الاس بتاعتي حلولها نيجاتيف سيجما بلس اور ماينس جي اوميجا هيبقى الامبلس ريسبونس في التايم دومين هو اي نيجاتيف سيجما تي ساين اوميجا تي. طبعا هي ساين او كوزاين حسب اللي فوق هنا ايه؟ اس او مفيش او الكوفيشن بتاع اس زيرو. دي ديفرنت كيسز ممكن تظهر. ده عباره عن ايه يا شباب؟ ده عباره عن ديكين ساينسويدال مش كده؟ يبقى لو انا البولز بتوعي موجودين في النيجاتيف هاف بلين وكونكس كونجكت فالامبلس ريسبونس في التايم دومين بتبقى حاجه عامله كده. ديكين ساينسويدال او بنسميها دامبت ساينسويدال. ليه ساين جت منين؟ ما هو ساين لما تيجي نعمل اكمال مربع هتديني ساين. اس بلس حاجه اقول لو انت عندك واحد على اس سكوير بلس اس سكوير من ساين شلت الاس وحطيت اس زائد حاجه تبقى ساين بس مضروبه في ايه؟ في اكسبوننشال. طيب وهنا ذا سيم دي على اس نيجاتيف دلتا تديني ايه؟ الامبلس ريسبونس هتبقى اي دلتا تي. طبعا خلي بالك انا مفترض ان كل الارقام دي دلتا والالفا والبيتا والجاما كلهم مظبوط. فده في التايم دومين هيديني حاجه كده دي اي دلتا تي. ده عباره عن ايه يا شباب؟ ده عباره عن جروينج اكسبوننشال. فلو انا البول بتاعي بتاع السيستم موجود هنا في الرايت اب بلين الامبلس ريسبونس بتاع السيستم هيبقى حاجه عامله كده جروينج اكسبوننشال. دي بالظبط هي نفس الحاله اللي موجوده هنا ولكن هنا البولز بتوعي هيبقوا عاملين ازاي؟ اس بتساوي سيجما بلس اور ماينس جي اوميجا. سيجما يعني الريال بارت بتاعي بوزيتيف يعني موجودين في رايت اب بلين. لو هو ده لو ده بوزيتيف وده بوزيتيف وده نيجاتيف هيبقى البولز بتوعي موجودين في رايت اب بلين. فلما تيجي تحل بالقانون العام بالفورمولا اللي هي ناقص كوفيشنت الاس فبقت لمبه بس ماينس 4 بي سكوير ماينس 4 اي سي على 2 الاي فهيبقى الريال بتاعي ايه؟ الريال بتاعي هيبقى بوزيتيف. فهيبقوا الفابليك كونجكت بولز موجودين هنا. في الحاله دي هيكون الحل بتاعي عامل ازاي لو جبت لابلاس انفرس؟ تبقى عامله كده اي سيجما تي ساين اوميجا تي. تمام؟ وطبعا ممكن بدل ما نعمل بقى ايه اكمال مربع ومش عارف ايه لو انت عندك البولز هنا ممكن برضه تقول الحل بتاعك ايه؟ هي اي تو ذا باور البول ده. طب تو ذا باور البول ده عباره عن ايه؟ اي سيجما تي نزلتها زي ما هي واي جي دي اللي هي مين؟ دي اللي هي ساين وكوساين مش كده؟ دي اسرع عواصف تخيلها اللي هو باشمهندس كان بيسال من شويه. فدي اي سيجما تي ساين اوميجا تي دي اللي هي عباره عن ايه؟ دي اللي هي عباره عن جوينج ساينسويدال. فبالتالي الامبلس ريسبونس بتاعي يبقى ايه؟ حاجه عامله. طيب اخر حاله لو هي اس سكوير بلس اوميجا سكوير يبقى ده معناه ايه؟ انها ساين دي ساين على طول ساين او كوزاين طبعا. تمام؟ اس سكوير بلس اوميجا سكوير يبقى ده معناها ان البولز بتوعي موجودين فين؟ هم اس بتساوي بلس وماينس جي اوميجا يعني هم موجودين هنا. تمام؟ ده جي اوميجا بتاعي ده كده اوميجا اوميجا نوت مثلا وده ماينس اوميجا نوت. لما البولز يبقوا موجودين هنا فالامبلس ريسبونس بتاعته في التايم دومين هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ساين سوليد ساين اوميجا تي في كوفيشن تاني. طيب نستفيد ايه من الكلام ده كله؟ ان البولز بتاع السيستم لو موجودين في الليفت هاف بلين السيستم بتاعي الامبلس ريسبونس بتاعته هتقول ان السيستم بتاعي ستيبل عند الانفينيتي هو بيتنس للزيرو. لو هو في الرايت هاف بلين فانا كده هيبقى انا ستيبل. ونستفيد كمان ان في حاله لو البولز بتوعي موجودين على الجي اوميجا اكس يبقى السيجنال في الاساس هي مين؟ هي ساين. طب ده كلام جميل قوي يفيدنا في ايه؟ يفيدنا دلوقتي لما نحب نجيب الفريكونسي ريسبونس. فريكونسي ريسبونس يعني ايه؟ يعني الانبوت سيجنال اللي داخله على السيستم ساينسويدال. يبقى اعوض عن قيم الاس بكام؟ بجي اوميجا. تمام؟ عشان ما حدش
يعني بعض الطلبه سالوني امبارح قالوا لي مثلا ايه هو ينفع اشيل الاس مثلا في السيستم واحطها بثلاثه او احطها باي حاجه؟ لا، الاس لو انا عندي الكاركترستيك او عندي السبيكترم بتاع السيستم الترانسفير فانكشن بتاعتي يعني اللي هي اتش في الاس، اشيل الاس واحط جي اوميجا، يبقى انا كده بعمل ايه؟ بحسب الفريكونسي ريسبونس. عاوز اجيب له الماجنتيود، يبقى اجيب ماجنتيود مين؟ اتش اوف الجي اوميجا. يعني بحسب اتش اوف الاس عند الاس بتساوي كام؟ جي اوميجا. وانا بتحرك على الجي اوميجا يبقى انا كده بدخل ايه؟ ساينسويدز، تمام؟ وانا بتحرك هنا كده. لو انا موجود عند الاوريجن يبقى ده معناها ان الانبوت سيجنال اللي داخله للسيستم هي عباره عن ايه؟ دي سي، اوميجا بتساوي زيرو. لو هي موجوده هنا عند واحد يبقى ده معناها ان انا مدخل ساين على السيستم بتاعتي عند واحد راديان 1 راديان بير سكند الفريكونسي بتاعتها. هنسوقها. طيب فلو عاوز احسب الفريكونسي ريسبونس انا زي ما قلت لكم احنا مهتمين نعمل ايه؟ مهتمين ان انا هيكون عندي الرسمه دي كده اللي هي البول زيرو بلوت، وفي عندي هنا انا رسمت بولز بس. لا هنرسم بولز وهنرسم زيروز. البولز بنعملها بلسس كده، الزيروز بنعملها دايره كده مفتوحه، تمام؟ انها زيرو او يعني. فريكونسي ريسبونس هاجي احسبه امتى؟ هشيل الاس واحطها بكام؟ واحط الاس بتساوي جي اوميجا. انا عاوز احسب ماجنتيود وعاوز احسب فيز. ان جنرال انا برضه اقدر اكتب الاتش اوف الاس بتاعتي اكتبها بالشكل ده، اخد الاي ان كومن هيبقى عندي مين؟ اي ان اس ماينس زي 1 اس ماينس زي 2 لحد اس ماينس زي ان اوفر اس ماينس بي 1 اس ماينس بي 2 لحد اس ماينس بي ان. دي البولز ودي الزيروز. الزيروز طبعا البولز بتوع ايه؟ يا اما هيبقوا نيجاتيف ريال او كومبلكس كونتور. لو انا عاوز سيستم ايه؟ ريلايزبل ويبقى ستيبل، يبقاش كريتيكال ستيبل او يبقى انستيبل. طيب عاوز اجيب ماجنتيود اتش اوف الاس عند الاس بتساوي جي اوميجا، يعني الانبوت سيجنال اللي داخله على السيستم ساينسويدال فهي على جي اوميجا اكس، هعمل ايه؟ اجيب ماجنتيود. الكلام ده يبقى هو ماجنتيود اي ام تايمز ماجنتيود اس، الاس بتاعتي بقت جي اوميجا، جي اوميجا ماينس زد اي اوفر ماجنتيود جي اوميجا ماينس بي اي. يعني هنا عندي ماجنتيود جي اوميجا ماينس زد 1 ماجنتيود جي اوميجا ماينس زد 2 اند سو اون، فده برودكت فوق وده برودكت تحت. من اول الاي بتساوي 1 لحد الام، من اول الاي ب 1 لحد الام، تمام؟ يعني ناخد كده مثال صغير. لو انا عندي سيستم زي ده، السيستم ده فاكرين هو عباره عن ايه؟ ده البول زيرو بلوت. البول زيرو بلوت بتقول ان انا ما عنديش غير بولز بس، سيستم ليه تو بولز كومبلكس كونجكت. ده مين؟ ده سكند اوردر لوبس فلتر، مش كده؟ اللي خدناه المره اللي فاتت اللي هو عامل كده اتش اوف الاس بتساوي 1 على اس سكويرد بلس اوميجا نوت على الكيو اس بلس اوميجا نوت سكويرد. ده سكند اوردر لوبس فلتر. السكند اوردر لوبس فلتر ليه تو بولز، ممكن يبقوا كومبلكس كونجكت طبعا او ريال ريبيتد حسب ايه؟ حسب الكيو بتاعته، تمام؟ طيب انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز احسب الماجنتيود بتاع اتش اوف جي اوميجا. يعني عاوز ارسم كده الماجنتيود بتاع اتش اوف جي اوميجا فيرسس الاوميجا من الرسمه بتاعت البول زيرو بلوك. اعمل ايه؟ العلاقه اللي قدامي دي، العلاقه اللي قدامي دي تقول ايه؟ تعالى كده عند الاس بتساوي جي اوميجا حسب الاس اللي انت مدخلها الانبوت سيجنال. لو الانبوت سيجنال دي سي يبقى الاس بتاعتي هنا. لو الانبوت سيجنال 1 راديان بير سكند يبقى انا موجود هنا. لو الانبوت سيجنال 2 راديان بير سكند يبقى الاس موجود هنا. اعمل ايه بقى؟ هات ماجنتيود جي اوميجا ماينس زد 1 لو عندك، وماجنتيود جي اوميجا ماينس زد 2 لو عندك يعني زيروز، هنا في زيروز. يبقى هات ماجنتيود جي اوميجا ماينس بي 1 ادي البول الاولاني. لو انا دي سي انا موجود هنا، فهجيب الماجنتيود بتاع جي اوميجا ماينس بي 1. يعني من الاخر هجيب ماجنتيود ايه؟ هجيب اللام بتاع الفيكتور ده. الفيكتور ده اوله فين واخره فين؟ اوله عند البول واخره عند النقطه اللي بحسب عندها الريسبونس. اي فيكتور في الدنيا بي 1 بي 2 يتكتب كده بي 2 ماينس بي 1، فاخره عند النقطه اللي بحسب عندها الريسبونس اللي هي جي اوميجا واوله عند الزيرو، اخره عند النقطه اللي بحسب عندها الريسبونس واوله عند البول. فده الفيكتور بتاعي. طبعا هو الدايركشن مش هيفرق لو انا بحسب ماجنتيود، بس هيفرق امتى؟ لما اجي احسب الفيز كمان شويه. طيب فاجي احسب طول دوت يبقى ده ايه؟ يبقى انا حسبت ترم من الترمات اللي موجوده تحت، ماجنتيود جي اوميجا ماينس بي 1. اجي احسب ماجنتيود دوت جي اوميجا ماينس بي 2، الماجنتيود بتاعه انا حسبت الترم من الترمات اللي موجوده، الترم الثاني اللي موجود تحت. هنسميهم اسامي سهله عشان نعرف نتعامل معاهم. ان جنرال حسبت ماجنتيود جي اوميجا ماينس زد اي هسميه ار ار، وده هسميه كيو ار. يبقى انا عندي ماجنتيود اتش اوف جي اوميجا هو عباره عن ايه يا شباب؟
هو ايه ان الموجوده تحت دي تايمز دي ار 1 ار 2 لحد ار ان على كيو 1 كيو 2 لحد كيو ان. في الحاله الخاصه بتاعتي دي هيبقى ماجنتيود اتش اوف الجي اوميجا هو مين؟ 1 على كيو 1 في كيو 2 مش كده؟ طيب يبقى هنا كده عند الدي سي عند اوميجا بتساوي 0. لو افترضنا مثلا ده اسمه سيجما بلس جي اوميجا نوت، نيجاتيف سيجما بلس جي اوميجا نوت، نيجاتيف سيجما ماينس جي اوميجا نوت، فهحسب اللابس هنا عند الدي سي وهحسب اللابس عند الدي سي. اللابس بتاعي هيبقى مين؟ روت ده سكوير بلس ده سكوير، روت ده سكوير بلس ده سكوير. احسب اللينث بتاعي، بعد ما احسب اللينث بتاعي يبقى ده هنا كيو 1 وده كيو 2 عند الدي سي، الاثنين قد بعض هيدوا لي قيمه مثلا اي حاجه وليكن سميها كي مثلا. في عندي اي ام موجوده بره وعندي كيو 1 وكيو 2 وليكن مثلا قيمتها اسمها كي. كل ما الفريكونسي بتزيد انا بتحرك فين؟ بتحرك لفوق. بحسب الامبلس ريسبونس هنا، بحسب الفريكونسي ريسبونس هنا عند سوقهم. ايه اللي بيقدر؟ هلاقي كيو 1 بيقل، ده كيو 1 الديستنس بين جي اوميجا والبول الاولاني، ودي كيو 2 الاقي كيو 1 بتقل كيو 2 بتزيد، كيو 1 بتقل كيو 2 بتزيد اند سو اون. ففي اللو فريكونسي تقريبا الاثنين قد بعض، في فاريشنز بس فاريشنز صغيره. لما الفريكونسي بتاعتي بتعلى قوي ايه اللي بيجرى؟ لا الاثنين بيزيدوا، كيو 1 وكيو 2 بتزيد. ايه اللي بيجرى في الماجنتيود بتاع الريسبونس؟ اوفر او بيقل، يعني واحد على كيو 1 كيو 2. عند الانفينيتي لو انا هاي فريكونسي فكيو 1 وكيو 2 تقريبا انفينيتي، يبقى الريسبونس بتاعي ينزل. هو بيديني تقريبا حاجه عامله. تمام؟ طيب ده الريسبونس بتاع اللو باس فلتر من البول زيرو بوت. لو انا عاوز اجيب الفيز بقى بتاع السيستم بنفس الطريقه هعمل ايه؟ هيبقى هو الفيز بتاع الاي ام، في رقم موجود بره، الرقم ده لو بوزيتيف الفيز بتاعه ايه؟ زيرو، لو نيجاتيف يبقى الفيز بتاعه 180. زائد الفيز بتاع الاولاني، زائد الفيز بتاع التاني، زائد كل ترم من الترمات دول، الفيز بتاع جي اوميجا ماينس زد 1، زائد الفيز بتاع جي اوميجا ماينس زد 2 اند سو اون. خلي بالكوا يا شباب ان دي ارقام كومبلكس، هي في الاخر بتتكتب ازاي؟ ماجنتيود اي جي فيز كابولر ريبريزنتيشن، فهم مضمومين في بعض. يبقى هعمل ايه؟ هجمع الفيزز. يبقى الفيز بتاع السيستم بتاعي اتش اوف جي اوميجا هي عباره عن ايه؟ قانون، عاوزين نكتب قانون شبه ده. الفيز بتاع اتش اوف جي اوميجا هيبقى عباره عن ايه؟ الفيز بتاع اي ان، هو حسب الاي ان بتاعته بوزيتيف يبقى زيرو، نيجاتيف يبقى حضرتك ايه؟ 180. زائد الفيز بتاع جي اوميجا هو بص اكتر من كده دي بيزكس لحد دلوقتي. والكم اللي مطلوب كبير، يعني هنتكلم في الريت بتاع السكشن بعد ما اخلص. يعني الكم اللي مطلوب كبير وانا عايز اعمل نص، ايه الحل هنا؟ يعني انا مطلوب مني حاجه اشرح حاجات كتير، يا اما هضطر بقى اختصر حاجات في النص. يعني ده اوبشن تاني متاح، بس انا هحاول اركز على حاجات معينه من غير ما اشرح تفاصيل. يعني شباب انا مش بقول لحد ان هو يسال، يعني انت حابب تسال اسال، يعني اي حد عاوز يسال لو في حاجه في النص انت مش فاهمها اسال فيها، لكن انا حاسس ان الحاجات دي بيزكس فهشرحها ببطء. يبقى سيكشن مش كده؟ طيب زائد الفيز بتاع ايه؟ الفيز بتاع جي اوميجا ماينس زد 1 زائد الفيز بتاع جي اوميجا ماينس زد 2 اند سو اون. ان جنرال نقدر نقول سميشن الفيز بتاع جي اوميجا ماينس زد اي ناقص سميشن الفيز بتاع جي اوميجا ماينس بي اي. تمام؟ طيب لو جينا سميناهم برضو، سمينا الفيز بتاع جي اوميجا ماينس زد 1 سميته فاي 1 مثلا، وسمينا الفيز بتاع جي اوميجا ماينس بي اي سميته ثيتا اي، يبقى الفيز بتاع السيستم هو عباره عن ايه؟ فيز الاي ان زائد فاي 1 زائد فاي 2 لحد فاي ان ناقص ثيتا 1 بلس ثيتا 2 لحد ثيتا ان. تعال ناخد اكزامبل برضه عشان نوضح بيه الفكره. هنا انا عندي تو بولز، يبقى انا عندي زاويتين، زوايا مع البولز سميناها ثيتا، يبقى انا عندي ثيتا 1 ادي ثيتا 1 وعندي ثيتا 2. بقيس الثيتا، بقيس الثيتا ازاي؟ قيسوا الانجل بتوين الاكس اكسس والفيكتور بتاعي. في الاول عند البي سي ايه اخبار الثيتاز؟ ثيتا 2 قد ثيتا 1 مش كده؟ طيب عند الهاي فريكونسي ايه اخبار الثيتا؟ الاثنين قد بعضه بيساووا كام؟ الهاي فريكونسي تقريبا 90، هل عند الانفينيتي كده؟ فلا هنلاقيه كده عامل انجل تقريبا 90، ولا هنلاقيه عامل انجل برضه ايه؟ تقريبا 90. طيب يبقى ات الاوميجا بتساوي 0، ثيتا 1 بتساوي نيجاتيف ثيتا 2، يبقى مجموع الثيتاز بكام؟ بزيرو. يبقى الفيز بتاع السيستم بكام؟ الفيز بتاع الفريكونسي ريسبونس بزيرو. طب عند الانفينيتي
الفيزز بتساوي كام؟ فاي 1 بتساوي فاي 2 بتساوي كام؟ بتساوي 90. يبقى مجموع الفيزز بكام؟ ب 180. يبقى الفيز بتاع السيستم بكام؟ بناقص 180. فلما نيجي نرسمها هنرسمها حاجه عامله، دي الاوميجا ودي الفيز بتاع الاتش اوف الجي اوميجا، ده هنا زيرو وده هنا كده كام؟ ده ناقص 180. عند الزيرو هيديني زيرو، عند الانفينيتي هيديني ايه؟ ناقص 180. طب هو ليه قلنا على الرسمه بتاعت الفيكتورز لما الفريكونسي بيتغير مثلا اللي فوق هيقل واللي تحت هيزيد بس برضه هيبقى اقل من اول؟ هو طبعا في ممكن يبقى في فاريشنز بتحصل، يعني هنا كده مثلا ممكن يكون في عنده شويه فاريشنز بتحصل، يعني قدام الرسمه نفسها بتتغير، ممكن يكون في بي مثلا بيحصل هنا في احنا اهتمينا دلوقتي بس باللو فريكونسي والهاي فريكونسي، اهتمينا بالطرفين، ايه الفاريشنز اللي بتحصل في النص؟ هنرسم بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن السكند اوردر فلترز بيكينج. اتفضل. السؤال بقى بنحسب الانجل. اعوض مثلا انهي ربع من الاربعه؟ انهي ربع من الاربعه؟ طبعا بقى مقتنع بيه. يعني لو الفيكتور بتاعي مثلا لا لو انا عندي زيرو موجود هنا لا الانجل هتبقى ايه؟ ممكن توصل 180. يعني بصوا يا شباب بخصوص الانجل مثلا لو انا في عندي زيرو موجود هنا كده عند الدي سي الانجل بتاعتي هتبقى بكام؟ ايه رايك؟ 180. بتفرق ولا ما بتفرقش؟ هاخد الفيكتور بتاعي اوله فين واخره فين؟ اوله عند الزيرو واخره عند النقطه اللي بس عندها ريسبونس، فده الفيكتور. يبقى الانجل بكام؟ 180. كده ايه؟ لا الزيرو يبقى في الرايت اب ليه؟ مفيش مشكله. الزيرو يبقى موجود في اي حته ما يفرقش معايا. يعني ممكن يبقى الزيرو موجود على جي اوميجا اكس او موجود في رايت اب ليه. انما البول لازم يبقى موجود في ليفت اب ليه. البول بنعمله كده اكس كروس، الزيرو بنعمله اللي هي الاو كبيره. تمام؟ اتفضل. الثيتا شفت انا قستها ازاي؟ انا عندي هنا كده ادي برضه اهو بارلل عند النقطه اللي انا ببدا من عندها الفيكتور باخد حاجه بارلل للاكس اكس وده الفيكتور بتاعي. بقيس الانجل ازاي؟ من الخط اللي هو بتاع الاكس اكس لمين؟ للفيكتور. فهنا كان كاونتر كلوك وايز كان بوزيتيف. طب وهنا؟ هو ده البارلل وده الاكس اكس، لا كان كلوك وايز فالانجل بتاعتي نيجاتيف. تمام؟ الاي ان الاي ايه؟ الاي ان مش هنعمل الاي ان ايه؟ تقصد ايه؟ فيز تقصد الاول باص فلتر يعني ولا ايه؟ بتتكلم على الاول باص فلتر. طب ايه مشكلتك مع الاول باص فلتر؟ مش هنعمل حسابها في حساب مجموع الفيتا. انا هتكلم عن حاله حاله، لا طبعا هنعمل حسابهم شباب. يعني احنا لو عندنا فلتر ده باص فلتر مثلا، لو عندنا اي فلتر تاني زي الاول باص فلتر مثلا ايه اي بي اف يعني صراحه تمام؟ الاول باص فلتر هيبقى عندنا ايه؟ في زيروز وفي بوز مش كده؟ فاكرين الاول باص فلتر بتاع المره اللي فاتت كان الريسبونس بتاعه كام؟ حد فاكره ولا نسيتوه؟ ار سي اس ماينس 1 على ار سي اس بلس 1 مش كده؟ في زيرو في بول ولا لا؟ هعمل حساب الثيتا والفار، هنا في زيرو الاصغر فعملت حسابات ايه؟ للثيتاز بس. لو في عندي زيروز هعمل لها هاخدها انت كونسلفيشن. مش مهندس هو احنا ليه قلنا هنا الانجل بتاع السيستم ناقص 180 مش 180 هنا؟ لا هنا اه بتاع السيستم ناقص 180 هنا؟ ايوه باشمهندسه لان الانجلز بتاعت الثيتا تحت هنا دول عندي ارقام كومبلكس بس تحت. فانا بعمل ديفيجن بقول ايه في الانجلز بطرحهم من بعض. فالانجلز بتاعت البولز بعد ما بحسب مجموعهم بيبقوا ايه؟ ناقص مش زائد. شايف القانون العام اهو موجود تحت. فدي 90 ودي 90 فمجموعهم الاثنين 180 بس الفيز بتاع السيستم هيبقى كام؟ ناقص 180. هل لسه في حد عنده مشاكل؟ الفريكونسي بيزيد ازاي؟ هنا انا دي سي وانا بتحرك على جي اوميجا اكس بوزيتيف دايركشن يبقى انا بزود الفريكونسي. هنا دي سي هنا 1 ميديم بير سكند هنا 2 ميديم بير سكند 3 ميديم بير سكند ده نيجاتيف فريكونسي عادي ممكن يكون عندي في بوزيتيف فريكونسي ونيجاتيف فريكونسي. نعم؟ كانه ايمج كانه ايمج يعني كانه ايمج مين بالظبط؟ انا بحسب فريكونسي لو هو موجود ميجا سكوير يبقى كانه ايمج يعني. طيب مش مفروض بس الصوت طيب يا شباب دلوقتي احنا هندي كده ست ملاحظات سريعه بس الاول هنحل مساله. دي مساله الترم 2009 مساله سهله قوي. بصوا يا شباب كانت عامله ازاي؟ حاجه عامله كده هو بيقول لك الست دي كالكوليت الفا اوف الاوميجا فور فولوينج سيستم ات الاوميجا بتساوي 2 راديان بير سكند. مديلك
البول زيرو بلوت بتاع السيستم بالشكل ده تمام؟ في تو بولز وتو زيروز. ولك احسب لي الالفا اوف الاوميجا، فاكرين الالفا اوف الاوميجا اللي هو الماجنتيود بتاع الاتش اوف الجي اوميجا بس ان ترمز اوف الدي بي. عاوزك تحسبه عند 2 ريديان بير سكند، هل في اي مشكله؟ نفس اللي احنا عملناه هنا، هنا بقى في ار وفي كيو، في بولز وفي زيروز. لو عاوزين نحسب الانجلز يبقى هنا في ايه؟ في ثيتا وفي فاي. فده كده هيبقى ار 1، ده كده ار 2، دي كده كيو 1، دي كده كيو 2. ليه خدنا الاس بتاعته هنا يا شباب؟ لان هو قال لي ايه؟ قال لي احسب عند فريكونسي 2 ريديان بير سكند، عند فريكونسي معينه. فلما اجي احسب الماجنتيود هعمل ايه؟ هقول الماجنتيود بتاعي ماجنتيود اتش اوف جي اوميجا هي مين؟ ار 1 ار 2 على كيو 1 كيو 2. ار 1 بكام؟ هل في مشكله في حسابات الديستنس يا باشمهندسين؟ باشمهندس اللي كان بيسالني الريت القليل، انا باخد اسئلتكم اهو، بس معلش والله يعني غصب عني ما بقاش في موضوع الريت ده قدامي يعني. هل محتاجين نزود وقت السكشن؟ هل محتاجين نختصر في الشرح؟ براحتك. انا في زويل مثلا بعمل مع زمايلكم بدل ما اديهم ساعه اديهم ساعتين. في كل مواد اللي بديها هناك، وان هناك الاوفيشال الرسمي السكشن بساعه، انا بخليه ساعتين عشان اقدر اشرح كل اللي عندي. فلو انتوا لا مش عاوزين شرح تفصيلي وشايفين الشرح ده انا يعني استقبلت كميه اسئله يعني اليومين اللي فاتوا كتيره، فده معناه ان في عندكم مشاكل. فبالتالي محتاج اشرح كل حاجه تفصيليا عشان تكونوا فاهمين. ده في ناس في السكشن اللي قبليكم سالت في البيزكس هنا. انا عشان كده حاولت اقولها بسرعه يعني. يعني سالوا ازاي بنجيب امبلس ريسبونس كده، ازاي بنقيس الانجل اصلا، دي كلها حاجات في الاساسيات اصلا يعني. يعني حاجات عدت عليك السنه اللي فاتت في ماده الكومبلكس اناليسيس اند سو. فلو احنا محتاجين نشرح تفاصيل جامده الساعه ونص اكيد مش هنكفينا. ففي حل من الاثنين، يا اما ان انا الريت يبقى اسرع في الحاجات اللي انا حاسس انها اساسيه، وفي نفس الوقت انا هاخد اسئلتكم مش هقول لا تمام؟ انما ابطل الريت مش هخلص الساعه ونص. هنا هل في مشكله يا شباب؟ ار 1 دي اللي هي كام؟ مش اي مشكله في ساعتها، هقيس الديستنس. هو راجل كتر خيره مديني ايه؟ مديني كل الارقام، هو مديني اللي هنا عندي الزيروز مثلا عند ايه؟ عند نيجاتيف 1 بلس وماينس 2 جي، ومديني البوز موجودين عند 1 نيجاتيف 1 بلس وماينس جي. فبالتالي ار 1 هتبقى بكام؟ بواحد. طب ار 2 بكام؟ بروت 4 سكوير بلس 1 سكوير. يبقى ار 1 بواحد، ار 2 روت 1 زائد 16 روت 17. كيو 1 بكام؟ ده واحد ده واحد، كيو 1 بكام؟ بروت 2. كيو 2 بكام؟ 1 2 3 وده واحد، يبقى روت كام؟ 9 زائد 1 اللي هي روت 10. يبقى ماجنتيود اتش اوف الجي اوميجا هتساوي كام؟ هو ده القانون بتاعي، ار 1 في ار 2 يبقى روت 17، كيو 1 في كيو 2 هتبقى روت 20. يبقى الفا اوف الاوميجا هتساوي ايه يا شباب؟ 20 لوج، لان ده فولتج جين، 20 لوج مين؟ ماجنتيود اتش اوف الجي اوميجا. تمام؟ يبقى الالفا اوف الاوميجا هتساوي 20 لوج روت 17 اوفر 20. دي هتبقى نيجاتيف او بوينت 7. هل في مشكله؟ طب عاوزين نحسب الانجلز، صعب؟ ده هو طلب منك تحسب لي الفيز اوف الفريكونسي ريسبونس. تحسبه ازاي؟ ها؟ عندنا الفيتات والفايز، هنا هيكون في عندنا ثيتا فاي 1 وفاي 2 وثيتا 1 وثيتا 2. فاي 1 بكام؟ ده الزيرو الاولاني. عامل انجل قد ايه؟ زيرو. طب فاي 2 هيبقى هو مين؟ تان انفرس مين على مين؟ 4 على 1. اذا تان انفرس 4. ثيتا 1 بكام؟ 45 ده 1 ده 1. تان انفرس 1. طب وثيتا 2 دي ثيتا 1 ودي ثيتا 2 وده فاي 2. ثيتا 2 هيبقى مين؟ تان انفرس 3 على 1. تان انفرس 3. احسبها على الاله. مجموع الثيتا ناقص مجموع الفايز يبقى هو الفاي بتاعت اتش اوف الاوميجا او فاي اوف الاوميجا. طيب كلام حلو يا شباب. والزيرو بلوت والترانسفير فانكشن بتاع السيستم. ايه رايكم يا شباب لو عدد الزيروز اكتر من عدد البولز؟ ده معناه ايه؟ ينفع اصلا؟ ده ان ريفرسبل. ليه بقى؟ لان عند الاوميجا بتساوي انفينيتي او عند هاي فريكونسي ايه اللي هيحصل؟ الجيم بتاعي هيروح للانفينيتي. يبقى اول نقطه عاوزين نقولها، لو عدد الزيروز اكتر من عدد البولز ده معناها ان ات الاوميجا تنس للانفينيتي اتش اوف الجي اوميجا ماجنتيود هيتنس للانفينيتي. تمام؟ وده منطقي جدا. وده منطقي قوي يا شباب، مش كده ولا ايه؟ لان انا عندي هو انا ليميت لما الاس تنس للانفينيتي هعمل ايه؟ هاخد اشوف الباور بتاع اللي فوق باور تحت، لو باور اللي فوق اكبر يبقى ده معناه ان انا رايح للانفينيتي، طب ولو العكس يبقى انا رايح لمين؟ رايح للزيرو. طيب تعال نرسم مثلا اتش اوف الاس بتساوي اس بلس اس زيرو. ده فيرست اوردر سيستم في سنجل زيرو، يعني هو عامل كده. الزيرو بتاعي موجود عند نيجاتيف اوميجا زيرو.
اس زي دي تخيل انها ايه يعني اوميجا زي تمام يبقى الاس بتساوي نيجاتيف اوميجا زي دي هي مين ده الزيرو بتاعي عندي سنجل زيرو ات الاوميجا بتساوي زيرو الماجنيتيود بتاع الاتش اوف الجي اوميجا بكام عند الاس بتساوي زيرو يبقى انا موجود هنا فالماجنيتيود بتاعي هو مين هو اوميجا زي يبقى انا ناجي ارسم هنا كده ماجنيتيود اتش اوف الجي اوميجا عند اوميجا بتساوي زيرو هيديني مين هيديني اوميجا زي نسميه اتش مينيمو تمام طيب والاوميجا عماله بتزيد ايه اللي بيجرى الار بتزيد مش احنا بنقول ان الديستانس بتوين البوينت اللي بحصل عندها الريسبونس والزيرو بنسميها ار والديستانس ما بينها وبين البول بنسميها كيو والماجنيتيود بتاعي حاصل ضرب الاراضي على حاصل ضرب الكيوهات وانا ببعد الار بيزيد يبقى ايه اللي بيجرى في الريسبونس بيزيد لحد ما يوصل للانفينيتي طب ايه رايكم لو الفريكونس بتاعي بيساوي اوميجا زي بالظبط الريسبونس بتاعي هيبقى بكام الماجنيتيود بتاعه ده طول اوميجا زي وده اوميجا زي جذر 2 اوميجا زي واحد على مين مش واحد على خالص جذر 2 تمام يبقى جذر 2 اوميجا زي يعني عند التردد او عند فريكوانسي اوميجا زي الريسبونس بتاعي بيديني ماجنيتيود هو جذر 2 اتش مينيمم جذر 2 اوميجا زي عند الانفينيتي بيديني ايه بيديني انفينيتي واضح برده من البول زيرو بلوت عند الانفينيتي الطول بتاع ار هيبقى كام رايح للانفينيتي فالسيستم بتاعي هيبقى ايه حاجه عامله جوت ده سيستم ريلايزبل ولا لا ده سيستم مش ريلايزبل محتاج انرجي يعني هاي انرجيتك يديني عشان يديني انفينيت جين يعني انرجي راح للانفينيتي ده شيء مش منطقي لا كده انا ريلايزبل لو عاوزين نرسم الفيز ريسبونس ايه رايكم فيها يا شباب الفيز بتاعي الفيز بتاع اتش اوف جي اوميجا قدام الاوميجا ده سهل قوي ادي الاوميجا بتساوي زيرو ايه رايكم يا شباب عندنا هنا عندنا فاي وثيتا ولا فاي بس فاي بس تمام لان عندي زيرو عند اوميجا بتساوي زيرو فاي بكام بزيرو طول الفيكتور ده زيرو طب وعند الانفينيتي هيديني كام طب وعند اوميجا زي الانجل بكام 45 يبقى هو زيرو 45 90 اشمعنى هنا ما نروحش في نيجاتيف هي مش مناقصه هي بتسال نيجاتيف جنب ايه؟ نروحش في نيجاتيف لان ده بتاع الزيرو فهو مجموع ايه؟ مجموع الفويز بس انما لو كان عندي بوز مجموع الثيتاز وبضرب كمان طيب طب ايه رايك العكس يا شباب؟ لو عدد البولز اكبر من عدد الزيروز يبقى اتش اوف الجي اوميجا بتقول للصفر عند الهاي فريكونسي مش كده؟ وده منطقي جدا لو انت عندك مساله لبت الاس تنس للانفينيتي وعندك اوردر اللي فوق اقل من الاوردر اللي تحت فده معناه احنا رايحين لفين؟ رايحين لزيرو عند الانفينيتي. ايه نفس المساله اللي احنا لسه بنحلها هنا؟ هنا المساله دي فيها تو زيروز تو بولز لكن زيرو ما فيش زيروز خالص فعدد البولز هنا اكتر من الزيرو وفعلا عند الانفينيتي راحت ايه؟ نزل يبقى احنا ممكن نقول تاني نقطه هي عباره عن ايه؟ لو عدد البولز اكبر من عدد الزيروز اد اوميجا تنس للانفينيتي الماجنيتيود بتاع اتش اوميجا هيتنس لايه؟ هيتنس للزيرو. طيب عاوزين نقول برضه تو روتس كمان. ايه رايكم يا شباب لو احنا عندنا السيستم بتاعنا بي زيرو عند زيرو؟ يعني ايه زيرو عند زيرو؟ ايه رايكم فيها؟ عامله ازاي دي؟ يعني بالظبط كده اتش اوف الاس بتساوي اس مضروبه بحاجه. يعني هي كده تاني حاجه اتش اوف الاس بتساوي الاس تايم حاجات تانيه. هنا زيرو عند زيرو. يعني هي في زيرو موجود هنا. تمام؟ في حاجات تانيه هنا يعني انا عشان اخليه ريلايزبل مثلا فانا محتاج ايه؟ بقيه الحاجات يكون في على الاقل عندي بول واحد. تمام؟ بول اتنين بول ثلاثة بول مش مشكلة بس على الأقل يبقى فيه بول واحد عشان يبقى إيه؟ بحقق شرط الريلايزيشن. إيه هو شرط الريلايزيشن يا باشمهندس اللي بيفكر اسمك إيه؟ بتفكر حضرتك معلش عشان النضارة فأنت مش شايفين كويس حضرتك هاشم ماشي يا هاشم طيب يبقى بالتالي عشان يبقى ريلايزبل يبقى لازم إيه يا باشمهندس هاشم؟ يكون عدد البولز قد عدد الزيرو أو يعني الكونديشن بتاعي عدد البولز أكبر من أو يساوي عدد إيه؟ الزيرو تمام؟ العكس ما ينفعش. في الحاله بتاعتي دي السيستم بتاعي هيديني ايه ات زيرو؟ ات الاوميجا بتساوي زيرو هيديني الماجنتيود بتاع الريسبونس بكام؟ بزيرو، ما انا برضه هنا عندي الار والكيو الماجنتيود بتاع الار بكام؟ بزيرو، بغض النظر بقى عن بقيه الارات والكيوهات، ما ار بتروح حاجات على كيوهات، بغض النظر عن الباقي زيرو في اي حاجه هيديني ايه؟ هيديني زيرو. يبقى بالتالي هنا ايه؟ شرط طبعا ما يكونش في عندي اوفر اس تحت مش هينفع. هنا ماجنتيود اتش اوف جي اوميجا هيساوي زيرو ات الاوميجا بتساوي زيرو. طب اختها ايه رايكم اتش اوف الاس بتساوي واحد على الاس في شويه حاجات؟ يعني هنا في بول
فهنا واحده من الكيوات هتساوي ايه؟ زيرو. يبقى الماجنتيود او الريسبونس بتاعي هيديني ايه؟ هيديني انفينيتي. يعني الماجنتيود اتش اوف جي اوميجا بيساوي انفينيتي ات الاوميجا بتساوي ات الدي سي. تمام؟ طب هو ده سيستم ينفع يبقى موجود؟ هو كان في حاجه مثلا زي الايديال انتجريتور. الايديال انتجريتور كان بيديني واحد على اس مش كده؟ يعني مثلا واحد على ار سي في الاس مثلا. بس ده الايديال. من البراكتيكال او النص انتجريتور مش هنلاقي فيه ايه؟ مول عند الزيرو. تمام؟ طيب اتفضل. الفرق بين الاثنين دول ايه؟ هو انت شايف الفرق بين الاثنين واضح قوي اهو. يعني في عندنا هنا بول، هنا زيرو، هنا بول. حاله زيرو الماجنتيود ده زيرو عند زيرو عند الدي سي. هنا لا، الماجنتيود بتاعي بيساوي انفينيتي عند الدي سي. هو ده الفرق. تمام؟ الفرق ما بينهم لما اجي احسب الماجنتيود هنا بقول ار على طول. هنا لا، واحد على الكيو في باقي الحاجات اللي موجوده عندي. واحد على الكيو يساوي انفينيتي مش فارق معايا باقي الحاجات. هنا الار يساوي زيرو مش فارق معايا باقي. طب هنتكلم عن حالتين مهمين قوي يا شباب. ايه رايكم لو احنا في عندنا كومبلكس كونجيت بوز قريبين من الجي اوميجا اكس بنفس الكونسبت اللي احنا بنفكر بيه هنا؟ ايه رايكم ايه اللي هيحصل؟ لو احنا جينا قلنا هنا كده ان احنا في عندنا تو بوز، البوز دول كومبلكس كونجيت قريبين من الجي اوميجا اكس، تتصوروا ايه اللي هيحصل؟ ده معناه ايه؟ ان انا في الفيسيلتي او في البروكسيمتي يعني بدايه الاوميجا يعني الاثنين دول مثلا نيجاتيف سيجما بلس وماينس جي اوميجا نوت. تمام؟ ده نيجاتيف سيجما بلس اوميجا جي اوميجا نوت، ده نيجاتيف سيجما نيجاتيف جي اوميجا نوت. قرب الاوميجا نوت دي الاوميجا نوت بتاعتي. قرب الاوميجا نوت وانا هنا ايه اللي هيحصل؟ الماجنتيود بتاعي عشان احسبه هو واحد على كيو 1 في كيو 2 مش كده؟ واحد من ضمن الاثنين كيوز دول هيبقى ايه يا شباب؟ قريب من الزيرو. والثاني هو بكام؟ تقريبا ب 2 اوميجا نوت، يعني اوميجا نوت دي 4 ليدر بير سكند. فالطول دوت اللي هو كيو 2 لو المسافه دي صغيره قوي قريبه من الزيرو يبقى كيو 2 تقريبا هو كام؟ 2 اوميجا نوت. ده طول اوميجا نوت وده طوله برضه اوميجا نوت. لكن كيو 1 بكام يا شباب؟ كيو 1 قريبه من الزيرو. ده معناها ان الريسبونس بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ اتش اوف الجي اوميجا واحد على كيو 1 تايمز كيو 2. لما واحده من الكيوز بتقرب من الزيرو ده معناه ايه؟ ان اوفر اول انا بقرب من مين؟ بقرب من انفينيتي. تمام؟ او تحديدا بنقول ايه يا شباب؟ بيحصل عندنا ايه؟ بيحصل بيكنج، يبقى في بيك. يبقى انا حوالين الاوميجا نوت لما اجي ارسم الريسبونس بتاع السيستم، طبعا لو افترضنا سيستم مثلا ايه ده؟ كانه ده باص كارتر مثلا، يبقى في عندنا ايه؟ حاجه عامله كده. حوالين الاوميجا نوت في عندي ايه؟ في عندي بيك بالشكل ده. تمام؟ كل ما بقرب اكتر من الجي اوميجا اكس كل ما البيك بتاعتي ايه اللي بيجرى لها؟ كل ما البيك بتزيد، وده اللي احنا بنسميه الكواليتي بتاع السيستم اللي هي العبر عن البيك. مدى السلكتيفيتي اللي بديها للجيل حوالين الاوميجا بيضيق اكتر كل ما الكواليتي بتاعتي ايه؟ بتقل. ايه رايكم لو البولز بتوعي على جي اوميجا اكس بالظبط هيديني انفينيتي عند الاوميجا نوت؟ اتفضل. هو ليه البيك دي؟ عشان اهو الماجنتيود بتاع الاتش اوف الجي اوميجا بيساوي واحد على كيو 1 كيو 2 الحاله بتاعتي دي. كيو 1 دي بتقل قوي بتقرب من الزيرو، يبقى اوفر اول تديني كام؟ رقم كبير جدا مش كده؟ لو هي بزيرو بالظبط، يعني لو احنا اخدنا الحاله ان التو بولز موجودين هنا بالظبط، يبقى ايه اللي هيجرى؟ يبقى هيديني انفينيتي عند الاوميجا نوت. يوم ما اجي احسب الريسبونس هنا، يوم ما اجي احسب الريسبونس عند النقطه دي، واحده من ضمن الكيوز اكزاكتلي هتبقى بكام؟ والثانيه هتبقى اكزاكتلي بكام؟ ب 2 اوميجا نوت. يبقى ماجنتيود اتش اوف الجي اوميجا هيساوي كام؟ واحد على زيرو في حاجه يعني انفينيتي. يبقى لما اجي ارسم الريسبونس بتاع السيستم دوت اللي له تو بولز اكزاكتلي على الجي اوميجا اكس عند الاوميجا نوت هيديني انفينيتي، عند الزيرو هيديني كام؟ حاجه فاينايت. كيو 1 ليها قيمه وكيو 2 ليها قيمه، فهو عند الزيرو بيديني حاجه فاينايت، عند الاوميجا نوت بيديني انفينيتي. طب وعند الانفينيتي لو بحسب الريسبونس في حته بعيده هيديني اتش اوف جي اوميجا الماجنتيود بكام؟ ها ايه رايكم يا شباب؟ سيستم زي ده ليه تو بولز على جي اوميجا اكس، لما باجي بحسب الريسبونس عند فريكونسي بعيده جدا هيديني الماجنتيود بكام؟ بانفينيتي. الماجنتيود بانفينيتي؟ لا، كيو 1 وكيو 2 انفينيتي وانا ببعد الاطوال دي بتبعد كيو 1 وكيو 2 انفينيتي. يبقى الماجنتيود ريسيبروكال الكلام ده هيساوي ايه؟ هيساوي زيرو. وبالتالي يبقى حاجه عامله شباب مشاكل اتفضلوا. هو لما الكيو 1 بتقل الكيو 2 بتبقى ثابته ولا هي كمان بتزيد؟
وانا بتحرك هنا كده مثلا كيو 2 بتزيد كيو 1 بتقل موجود هنا كيو 2 بتقل دي بتزيد تمام يعني كيو 1 بتقل وقصادها كيو 2 بتزيد صح وانا بتحرك في اللو فريكوانسي يعني في اللو فريكوانسي كانهم بيعوضوا بعض يعني تمام فكده بقول تقريبا كانها ايه مثلا تقريبا كانها سبب ماشي اصل هما بيعوضوا بعض مش انا كده مش هقدر اعتبرها بزيرو مش لا بس هنا بالظبط واحده منهم بزيرو بجد مش كده ولا ايه اللي هي كيو 1 اللي هي كيو 1 تمام وانا هنا واحده منها واحده زادت شويه والثانيه قلت شويه وانا هنا واحده زادت شويه والثانيه قلت شويه بس ايه وانا عند الاوميجا نود بالظبط كيو 1 بتزيد تمام وكمان واحده بتقل لو هي بتقل جامد يعني الرقم بتاعي يبقى كذا رقم بعد العلامه العشريه ده معناها ان اوفر اول ايه اللي بيحصل؟ الماجنتيود بتاعي بيزيد وده اللي بيحصل انما لو بيقل وبيزيد بنفس المقدار نقدر نقول ان هو تقريبا ايه في اللو فريكونسي تقريبا حاجه ثابته تمام؟ اتفضل سواء قال لي قلنا لما الاوميجا نوت تقرب من الزيرو الطول ده كانه بقى 2 اوميجا الطول ايه؟ لما قلنا لو الاوميجا نوت تقرب من الزيرو مش الاوميجا نوت دي على الاكسس دي؟ ايه انت بتتكلم الحاله اللي تحت؟ لا اللي فوق مش الاوميجا نوت دي بتحركني على الجي اتحرك هنا طب ليه قلنا لما هي تقرب من الزيرو كان الطول ده بقى 2 اوميجا الطول اللي هو الطول جي اوميجا ماينس البي 1 الطول اللي هو الطول جي اوميجا ماجنتيود الجي اوميجا ماينس البي 2 الطول بحسبه بين النقطة بتاعت الريسبونس والنقطة بتاعت البول أو النقطة بتاعت الزيرو زي ما أثبتنا من شوية. تمام؟ لسه في حد عنده مشاكل يا شباب؟ طب هسألكم سؤال، إيه رأيكم لو عملنا العكس؟ لو الزيروز هما اللي قريبين من الجي أوميجا أكس، أنا عاوزكم تتفاعلوا معايا. في ناس بتسأل ده كويس قوي أنا عاوز بقية الناس برضو إيه؟ تبقى مركزة يعني. عشان في أسئلة بونص أسئلة قوي يعني في نهاية السكشن كده هوزع ربع درجة وطن درجة وحاجات كده. تمام؟ يعني اهم حاجه تاخدوا درجاتي ده المهم. ايه رايكم يا شباب؟ لو عكسنا الموضوع ده وخليناها على زيرو ايه اللي هيجرى؟ هيبقى زيرو لا لان الريسبونس هيبقى بزيرو لو هما الزيروز موجودين على جي اوميجا اكس ولو قريبين من جي اوميجا اكس ايه اللي هيجرى؟ في عندي نوتش هيقل جامد بس مش هيلمس الزيرو فبالتالي لو احنا عاوزين نعمل نفس الحالات دي بس على الزيروز هيبقى عندنا ايه؟ عندنا تو زيروز قريبين قوي من الجي اوميجا اكس معناها ان الطول ده ايه يا شباب؟ الطول ده قليل قوي بس الماجنتيود بتاعي بتاع الريسبونس هو مين؟ حصل ضربهم ولا ريسيبروكال حصل ضربهم؟ حصل ضربهم لان ده بعد عن الزيرو يبقى هو ار1 فار2 دي ار1 ودي ار2 معايا يا باشمهندس بحسبها ازاي؟ من النقطه اللي انا بحسب عندها الريسبونس هنا والزيرو طيب في اللو فريكونسي مفيش مشكله هنا البعدين قد بعض حصل ضربهم قيمه فاينايت لكن كل ما انا بقرب لو التو زيروز دول قريبين من الجي اوميجا اكس ده معناه ان في واحد منهم ايه؟ مشكله قوي كانه قريب من الزيرو اوفر اول هيبقى عندي ايه؟ بس محدش يقول لي يا باشمهندس ما انا بضرب رقم صغير قوي في رقم كبير قوي لا انا بضرب رقم صغير قوي في رقم اولموست كونستنت مش كده؟ وانا عارفه 8 مثلا بضرب مره 8 في 1 من 10 لو بضرب ال 8 في 1 من 100 في 1 من 1000 فبالتالي الرقم اوفر اول بيبقى ايه؟ بيبقى صغير. فلما اجي اقسم الريسبونس بتاعي هيبقى الريسبونس عباره عن كده. هسال سؤال شباب هو الريسبونس اللي انا رسمه ده للسيستم اللي فيه 2 زيروز بس؟ لا هو اصلا ما ينفعش للسيستم بتاعي ايه؟ يكون فيه 2 زيروز بس، ما احنا قلنا عدد الزيروز اكبر من عدد الزيروز ما ينفعش. في الحقيقه بقسم الريسبونس للسيستم وليكن عامل كده. في 2 بولز هنا مثلا و2 زيروز هنا. تمام؟ فهنا عند الزيرو هقيس المسافات البعد منها هيديني حاجه ايه فاينايت. عند الانفينيتي الارات بتنس الانفينيتي والكيوهات هي كمان بتنس لايه؟ للانفينيتي ففي الاخر هتبقى مساله ايه؟ مساله ليمت. شوف بقى يعني انا اوردر من فوق الاوردر اللي تحت. النيمينيتور سكند ديجري والدينيمينيتور سكند ديجري فعند الانفينيتي هي بتقول حاجه فاينايت في الحقيقه يعني عشان اوردر من فوق قد اللي تحت. الارات بتكبر قوي بس الكيوهات بتقل قوي فحصل اسمتهم بيبقى حاجه فاينايت. في النص في البروكسيميتي بتاع الاوميجا نوت ايه اللي بيجرى؟ في البروكسيميتي بتاع الاوميجا نوت الطول ده بيبقى قليل قوي واحد من ضمن الارات فالماجنتيود بتاعي يبقى قرب الزيرو دي بنسميها النوتش وده بيبقى الريسبونس بتاع النوتش فضل تمام؟ طيب امتى بقى يبقى في دب بالظبط؟ او ده بنسميه باند ستوب فضل امتى في عندي نوتش او دب امتى بتلمس الزيرو بالظبط؟ لو انا عندي ايه؟ البولز الزيروز موجودين على جي اوميجا اكس اسالكم سؤال هو ينفع البولز يبقوا موجودين بالظبط على جي اوميجا اكس؟ لا براكتيكلي ما ينفعش
بس ينفع الزيروس الموجود على الجيوميجا اكس؟ ينفع مفيش مشكله. يعني لو الجزء موجود على الجيوميجا اكس اديني انفنت هنا على الاوميجا نوت، مش براكتيكال يعني، تمام؟ وفي نفس الوقت ده السيستم بتاعها الايه؟ براكتيكال ستيبل، مش سيستم ستيبل. انما لو الزيروس موجودين على الجيوميجا اكس لما اجي ارسم الريسبونس بتاعي يبقى الريسبونس عامل ازاي؟ الماجنتيود بتاع الاتش اوف الجي اوميجا برضه لو هما 2 زيروز هنا وعندي 2 بولز في اي حته يعني. فلما اجي ارسم الريسبونس هيبقى الريسبونس ايه؟ حاجه عامله كده، عند الاوميجا نوت هو بالظبط ايه يا شباب؟ بزيرو. عند الاوميجا نوت البعد ما بين النقطه اللي بحسب عندها الريسبونس والزيرو الاولاني اللي هي ار 1 بتساوي اكزاكتلي ايه؟ زيرو. يبقى حصل ضربهم اكزاكتلي بيساوي زيرو، يبقى الماجنتيود اكزاكتلي بيساوي زيرو. تمام؟ مش كده يا شباب؟ هكلمكم ايه دلوقتي؟ هكلمكم عن الريلايزيشن الديفرنت كيسز بتاعه الفيرست اوردر فلترز، تمام؟ والريلايزيشن بتاعتها. شباب احنا المفروض بالثانيه مش كده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ في باشمهندسه يعني. هو كده ايه؟ خلوني فعلا اعمل كويز كل مره بقى، مش حد يدوت يجي اصلا. هو زي هو المشكله ايه؟ ان انا عمال بيجرو اكسبوننشال يعني، تمام؟ يعني كم المعلومات؟ هي معلومات لطيفه بس مش كده، معلومات من كذا حته يعني. هنا هنلاقي في شغل رياضه محترم بنعمله، حتى لما نيجي شغل الابروكسيميشن في شغل رياضه سنه ادفانسد مش ادفانسد قوي يعني. كان عن شغل تشيف والالكتريك اند سو اون، وبعدين في شغل الكترونكس كميه الدوائر اللي لسه دوائر محترمه وكتيره. انا مش هقول لك احفظهم، مش هقول لك احفظ الريسبونسز، افهمهم ما تحفظهمش، تمام؟ تفهمهم وتبني عندك بنك معلومات. ده مش هيجي غير لو انت اول باول بتذاكر واول باول مركز في السكشن اند سو اون، تمام؟ فيعني انا قلت لكم ان في تو اوبشنز، ان احنا نعمل كل مره يبقى كوزز ونطول كده على نص درجه او درجه، يعني اي حد حاضر بيركز هيجيبهم، مشكله يعني. او نعمل كوزات كبيره يعني، ولسه برضه احنا بنشيك مع دكتور بينا في الموضوع ده يعني. فالاول انا عاوز اعرف يعني، كنت عاوز اخلي الموضوع بوتي كده ايه؟ لو الناس اول سكشن او ثاني سكشن بينام يعني، في ناس بتنام يبقى كده لا، لازم تبقى كبير بقى عشان تركزوا في السكشن يعني. طيب يعني انا حاولت اخليها ترغيب، قلت لكم في بونص في الاخر يعني ايه، حاولوا تركزوا يعني. وزي ما قلت لكم الموضوع هيبقى سهل قوي يعني، عشان ما يبقاش في ضغط نفسي عليكم، لان انا عارف طبعا كان الله يرحمكم يعني في ضغط نفسي رهيب يعني، من كذا اتجاه من كذا ماده من كذا حاجه يعني. مش عاوز برضه ايه اكتر سيركت، فان شاء الله ما تبقاش مشكله بالنسبه لكم يعني. طيب شباب احنا هنتكلم دلوقتي عن الفيرست اوردر فلتر، الديفرنت كيسز والديفرنت ريلايزيشنز. نعم ماشي اوسيليتر، انا كده دلوقتي عملت عن ستيبل سيستم عاوز اعمله، تمام؟ ممكن سيستمز ثانيه، ده موضوع ثاني بقى. انت عاوز تعمل اوسيليتر عند جي اوميجا في عندي مود، بس انا بتكلم عن اوسيليتر دلوقتي، والاوسيليتر مالوش ايبوت، تمام؟ مش عارف بي ام بتساوي زيرو، هنا احنا بندخل ايبوت للسيستم. انت لو دخلت ايبوت للسيستم هتلاقيه بيجرى في الموجة. نعم؟ بس كريتيكال ستيبل، احنا عاوزين نعمل ستيبل سيستمز ليها ايه؟ ليها بي ام، تمام؟ طيب يا شباب لو جينا اتكلمنا كده عن الفيرست اوردر فلتر، اول حاجه اللو باس فلتر ده خدناه المره اللي فاتت، حاجه لطيفه عامه كده، وده برضه خدوه السنه اللي فاتت، هو حاجه لطيفه برضه عامله كده. لو نسيتوه فكرتوا بيه، بس مش هعمل اثباته من الاخر كده. في اوت على الفي ام هي عباره عن ايه؟ دي ام خدناها المره اللي فاتت، مش كده يا شباب؟ فاكرين كانت عامله ازاي؟ واحد على واحد زي الار سي اس، مش كده؟ طيب دي اثباتها سهل برضه، اثباتها هتكون عباره عن ايه؟ انتوا عاوزين اصلا الانفرتنج هو مين؟ نيجاتيف ار 2 على ار 1، هي دي زيها بالظبط، نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف زد 2 على زد 1. يبقى هنا في اوت على الفي ام هي نيجاتيف زد 2 على زد 1، تدينا نيجاتيف 1 على ار 1 سي على اس زائد 1 على ار 2 سي، تمام؟ السؤال بسيط، هنعمل لكم اثباتات تفصيليه في الورقه، بس انت سهل انك من دي توصل لدي، دي حاجه عبيطه قوي. زد 2 دي اللي هي مين؟ الاثنين دول بارلل مع بعض، اللي هي ار على 1 زائد ار سي اس، وده اللي هو ار 1. طبيعي هتقدر توصل للاستاذ ده بسهوله، النتيجه دي. طيب الاثنين فيهم ايه يا شباب؟ يعني سواء الباسيف رياليزيشن للو باس فلتر او الاكتف رياليزيشن للو باس فلتر، الاثنين فيهم البولز فين؟ نيجاتيف. بول واحد ومفيش زيرو وعلى نيجاتيف ريال اكس. جميل؟
حاجة عملية. في الحالة بتاعتي دي مثلا البول بتاعي موجود فين؟ عند نيجاتيف واحد على الراس هو البول بتاعي موجود هنا، ده بول. احنا لسه من شوية رسمنا اصلا يعني رسمنا الريسبونس، طبعا عاوزين نرسمه تاني مش مشكلة. هي دي كيو بتاعتي، هو كيو واحدة عند الدي سي، الطول بتاعي كيو 1، بس في عندي ايه بره يا شباب؟ في اي ام مش كده؟ الريسبونس بتاعي هو مين؟ اي ام ماجنتيود في واحد على كيو 1، واحد على كيو 1 هتبقى كام؟ بار سي واحد على الكلام دوت. ار سي اضربها في واحد على ار سي هتديني كام؟ تديني 1. الدي سي جين للباسف فلتر ده بيساوي كام؟ حط الاس في 0 هيديك كام؟ 1. هيديك 1. الدي سي جين للاكتف لوبس فلتر هيديني كام؟ حط الاس في 0 هيديني كام؟ نيجاتيف ار 2 على ار 1. خلي ده اوبن سيركت هيديني ايه؟ نيجاتيف ار 2 على ار 1. يبقى الدي سي جين للاكتف فلتر نيجاتيف ار 2 على ار 1. اول فرق بينهم ان ده بيديني نيجاتيف، يعني في فيز هنا 180، في فرق ما بين الفيز دي والفيز بتاع الدي. تاني فرق ان ده عند الدي سي بيديني جين، او الاكتف فلترز عموما هي اللي ممكن كمان تديني ايه؟ تديني جين، يعني غير انها بتعمل فلترنج بتديني كمان جين. طيب وتاني فاز اللي هو الفيز. عشان نرسم بقى نكمل بقى رسمه الماجنتيود ريسبونس، وانا بقى الجيو بتاعتي عماله تزيد هنا بالظبط عند واحد على الار سي، عند اوميجا بتساوي واحد على ار سي، سميها اوميجا نوت. الطول ده هيبقى كام؟ هيبقى بروت 2. في الريسبروكال هيديني ايه؟ واحد على جذر 2، واحد على جذر 2 ار سي، فضلك واحد على ار سي تديني ايه؟ واحد على جذر 2. يبقى واحد على جذر 2 دي كانت الماجنتيود بتحصل امتى؟ عند الاوميجا نوت. طب عند الانفينيتي، عند الاوميجا الانفينيتي الكيو كام؟ الانفينيتي الريسبروكال يديني 0، فبالتالي الريسبونس بتاعي ايه؟ حاجه عامله كده. تمام؟ والفيز احنا الفيز ريسبونس لسه راسمينه من شويه، بس الفرق بينهم بس ما تنساش هنا ايه؟ تضيف او تطرح 180 مش فارقه، لان النيجاتيف 1 ممكن يكون الفيز بتاعها 180 ناقص او زائد. تمام؟ طيب الهاي باس فلتر ايه رايك فيها يا شباب؟ اتفضل. ايه اللي معروفه؟ لا هي مش معروفه، يعني دي مش تحفظوها، دي تفهموها طبعا. اوعى تحفظ حاجه، فاهمها كويس. انك تعرف تستنتجها. ومش مشكله ان هو يبقى عندك زي موسوعه تبقى انت عارف ايه الديفرنت رياليزيشن، عشان لما اجي اقول لك مثلا رياليز فلتر بشكل معين تبقى عارف انت هتفكر في اي اتجاه، او هتفكر في دايره شكلها عامل ازاي. طيب الهاي باس فلتر ايه رايك فيها يا شباب؟ ده اخله مش كده؟ مخلات عامل ازاي؟ بدل ار سي هو حاجه عامله كده. والاوب ام بتاعي هيكون عامل كده. شباب انتوا في حد عنده مشكله يعني لحد دلوقتي في حد عنده مشكله جبريه قوي ما فهمش حاجه في اللي فاتت او حاجه جديده قوي مش قادر يفهمها؟ مش موجود. طب يعني انا مش فهمت كويس عشان ما تقولوش انا بظلمكم، بس هو بشرح بسرعه. انا عارف طبعا يعني اللهجه بتاعت الكلام يعني مبقاش فيها ايه الديلي بتاعها قليل، بس والله غصب عني انا اسف يعني. طيب هنا ايه؟ ده كده هاي باس فلتر. الهاي باس فلتر بتاعنا عامل ازاي؟ احنا ممكن نبقى نجيب فلتر بعد كده قدام مثلا او حاجه يعني. تمام؟ فيزيكولايزر مثلا نحط ديلي ممكن فكره ممكن تبقى بروجكت عليها، اقول للدكتور يعملها بروجكت هنا يعني. طيب يا شباب ايه رايكم هنا؟ ده كده اللي هو الهاي باس فلتر. بي اوت على البي ان هي عباره عن ايه؟ بحضرها برضه ار سي اس على واحد زائد ار سي اس. فاهمينها مش حافظينها. تمام؟ طيب والتاني برضه هتفهموه بسهوله. انا فاهمه ازاي ده؟ برضه نفس الفكره، نيجاتيف زد 2 على زد 1 دي اللي هي عباره عن ايه؟ نيجاتيف ار 2 على الار 1 اس على اس زائد 1 على ار 1 سي. تمام؟ طيب استنتاجها برضه عبيط، من نيجاتيف زد 2 على زد 1 هتوصل لدي، بس بدل سطرين ثلاثه يعني. نيجاتيف زد 2 على زد 1 زد 2 ار 2. طب وزد 1 ار زائد 1 على الاس سي. انا بسهوله قوي وصلت من دي لدي. هنا بقى في ملحوظه مهمه قوي، احنا عاملين ايه في الهاي باس فلتر؟ زيرو عند زيرو وبوت في نيجاتيف ايه؟ ريال اكس. في زيرو هنا وفي بول هنا. عند الاوميجا بتساوي زيرو الريسبونس بتاعي بكام؟ بزيرو. عند الاوميجا بتساوي انفينيتي الريسبونس بتاعي بكام؟ الار زادت قوي والكيو زادت قوي. طب الريش ما بينهم قد ايه؟ ارجع للمساله بتاعتي واشوف الدي سي جين هنا بكام؟ بزيرو. والدي سي جين هنا بكام؟ بزيرو. الاثنين بيدوني زيرو عند اس بتساوي زيرو، وده منطقي لان في عندي ايه؟ زيرو عند زيرو. اس بتساوي زيرو اذا زيرو. طيب الهاي فريكونسي جين ايه رايكم فيه؟ عند الاس تنس للانفينيتي هنا الهاي فريكونسي جين هيبقى بكام؟ بيساوي واحد مش كده؟ هنا الهاي فريكونسي جين بيساوي كام؟ نيجاتيف
ار 2 على ار 1 مش كده؟ كوفيشنت الاس كوفيشنت الاس هنا كوفيشنت الاس 1 هنا كوفيشنت الاس ضرب دي ليميت لما الحاجات السيرتينتي بولينوميال على بولينوميال يبقى هنا الهاي فريكونسي دي هيساوي كام؟ يبقى برده في الهاي باس فلتر الاكتف رياليزيشن اداني ايه؟ اداني جين في الباند باس تمام؟ الهاي فريكونسي دي هيساوي نيجاتيف ار 2 على ار 1 برده الاثنين زي بعض يعني الفيز الفرق ما بينهم في الفيز ايه؟ يعني هما زي بعض هاي باس فلتر بس واحد بيديني جين تاني ما بيدينيش جين في الباند باس الجين بتاعه برده برده واحد الفيز بتاعه هنا الفيز بتاعي دي عندي مونز وزيروس بس عكس الفيز اللي فوق الفيز اللي فوق كام؟ 90 ناقص الفيز اللي تحت هنا عندي فيز في عندي زيروس وفي عندي مونز وفي عندي ايه بره؟ نيجاتيف 1 يبقى ضيف 180 طب ما تيجي نرسم الفيز ونرسم الماجنتيود لو رسمنا الماجنتيود احنا قلناها خلاص في اللو فريكونسي هو بزيرو في الهاي فريكونسي هو انفيرتد تقريبا ايه؟ حاجه عامله كده تمام؟ وبرده ممكن نعمل زي ما عملنا المره اللي فاتت نيجي عند واحد على الار سي نحسب الماجنتيود هيديني ايه؟ واحد على جذر دي واحد على ار سي بالنسبه للجذر يعني تمام؟ هنا واحد وهنا ده ايه؟ واحد على جذر طب تعالوا نرسم الفيز، الفيز هيبقى عامل ازاي؟ عند الزيرو فاي 1 اخبارها ايه؟ وثيتا 1 اخبارها ايه؟ ايه رايكم؟ لو رجعنا هنا تبقى عامله ازاي؟ هنا تبقى عامله ازاي؟ اللي فوق 90 ناقص البول الانجل بتاعته بتتغير الله يعني المعادله بتقول ان دايما ايه؟ ان دايما الفيز بتاع الزيرو 90 طب ومن الرسمه؟ من الرسمه برضه بتقول ان الفيز بتاع الزيرو 90 ازاي؟ بص انت لو عاوز تحسب الريسبونس عند نفس النقطه لما تيجي تقيس الفيز ما ينفعش تقيسه عند نفس النقطه خد نقطه قريبه خد نقطه قريبه قوي يعني ناخد النقطه دي نتخيل دي قريبه قوي يعني ممكن اقرب من كده بس عشان ايه تعرف تشوفها. فلو هو ورايا الفيس هيبقى عامل ازاي؟ 90 مش كده؟ يبقى مقتنعين ان الفيس 90 ولا لا؟ وانا بتحرك على الجي اوميجا اكسل الفيس بيتغير؟ ثابت على طول ب 90. بالنسبه للبول وانا هنا الفيس بتاع البول بكام؟ لقيت اوميجا بتساوي زيرو الفاي بتساوي 90 الفاي ثابته اصلا على طول. هي يعني ممكن ما تبقاش باينه لو انا الريسبونس عند نفس النقطه بتاعت الزيرو، خد نقطه قريبه. طب والثيتا بتساوي كام؟ زيرو. طب قد الاوميجا بتساوي انفينيتي ايه اللي ده 90 ده 90 وده 90 الفاي هتساوي 90 الفاي ثابته والثيتا بتنزل ب 90 فحاله الاوميجا بتساوي زيرو الفيز بتاعي بكام؟ 90 عند الانفينيتي الفيز بتاعي بكام؟ ب 0 فيبقى الفيز بتاعي ايه؟ ارجع اعمل دي هنا الاوميجا ولا هنا الفيز فاي اوف الاوميجا او الفيز بتاع الشيكين هي فاي طيب شباب الفيز بتاع دي هعمل ايه؟ هجمع على 180 او اطرح منه 180 بلس 180 او ماينس 180 نفس الرسمه بس اجمع عليها 180 او اطرح منها 180 اتفضلي بنعمله ازاي؟ انت عندك مليون طريقه تجيب ليها الفيز يا اما على طول الشغل اللي انت كنت بتعمليه قبل كده في الالكترونكس مثلا السنه اللي فاتت في الهاي فريكونسي والهاي فريكونسي في الفيز اللي فوق ناقص الفيز اللي تحت الفيز اللي فوق كام؟ 90 الفيز اللي تحت كام؟ ده الانفرس اوميجا اوميجا ار سي مش كده؟ بتشيل الاس دي وتحط مكانها جي اوميجا جي دي تحط مكانها جي اوميجا فاللي فوق تان انفرس اوميجا ار سي على الزيرو يعني تان انفرس انفينيتي اللي هي كام؟ باي على البي يبقى اللي فوق زاويتها باي على البي ثابته طب واللي تحت تان انفرس اوميجا ار سي طيب يبقى المعادله العامه بتاعتي هي عباره عن ايه؟ 90 ناقص تان انفرس اوميجا ار سي لما الاوميجا بزيرو هتديني كام؟ 90 لما الاوميجا بانفينيتي هتديني كام؟ 90 ناقص 90 اللي هو زيرو طيب طب انا رسمها نفس الطريقه هاجي هنا في حته قريبه انا عاوز اقول عند الاوميجا بتساوي زيرو بس عند الاوميجا بتساوي زيرو هاخد الريسبونس عند حته قريبه هيبقى الفيكتور ده عامل زاويه قد ايه مع الاكس دايركشن؟ 90 طب عند حته بعيده الفيكتور ده هيبقى عامل ايه؟ 90 برضه يبقى الفاي دايما ثابته 90 سواء فريكونس او فريكونس وده الكلام كله رياضه برضه طيب الانجل مع البول عند الاوميجا بتساوي زيرو انجل زيرو طب وعند الانفينيتي الانجل كام؟ 90 يبقى عند زيرو زيرو وعند الانفينيتي 90 تمام؟ احنا بنعمل ايه بقى؟ دي ناقص دي. مجموع الفايات ناقص مجموع السكات. زائد الانجل بتاعت الاي ام لو في حاجه موجوده بره. فانا بتكلم عن الباسف فلتر مفيش حاجه موجوده بره. مفيش نيجاتيف ساين يعني. فخلاص يبقى هي 90 ناقص 0 من 90 عند الاوميجا بتساوي 0 هو ده الفيز 90 ناقص 90 0 يبقى هو ده الفيز عند الفلتر. طب الاكتف فلتر لا في 180 بالظبط. تمام يا شباب؟ طيب الاول باس فلتر حد فاكر كان عامل ازاي؟ في الفيرست اوردر مفيش باند باس
اللي هو باس فلتر ده كان لطيف قوي، عملناه المره اللي فاتت كان حاجه لطيفه عامله كده ماينس بلس ار اكس ار اكس، وهنا كده الفي ام. ده الباسف اول باس فلتر وده الاكتف اول باس فلتر، تمام؟ الباسف اول باس فلتر ده الفلات ريسبونس بتاعه بيساوي نص، هو اول باس فلتر يبقى فلات ريسبونس، يبقى الماجنتيود بتاعي ثابت نص، ده الماجنتيود ثابت بنص وسهل قوي تحسبوه. لكن بيدي فيز، ما هو عشان يبقى اول باس فلتر لازم يدي فيز، ولو مش بيدي فيز لو مش بيغير في الفيز ولا بيغير في الماجنتيود ملوش لازمه اصلا، يعني احنا ممكن اجيب اثنين ريزيستورز جنب بعض واخد الاوت من نص هتديني فلات ريسبونس بنص مش مغير في الفيز يعني. لكن في الاول باس فلتر ما بيغيرش في الماجنتيود، لكن لازم ايه؟ فيز ايكواليزيشن. حد شاطر فاكر الفيز اللي كان بتاع الاول باس فلتر قلناه كام المره اللي فاتت؟ كان 180 ناقص 2 كان انفرس اوميجا ار سي. دي الرسمه دي، دي سكشن ثانيه كانت الرسمه متغيره شويه كانت عامله كده، ده كان ناقص 2 كان انفرس اوميجا ار سي، الاثنين اول باس فلتر. طيب الاثنين الاولاني اللي هو هنا في كباستور وهنا في ريزيستور، الريسبونس بتاعي عموما عامل كده في اوت على في ام عباره عن ار سي اس ماينس 1 على ار سي اس بلس 1، تمام؟ دول كده معناه ان انا عندي ايه؟ عندي زيرو جول، بس ايه يا شباب؟ مرايه لبعض. يعني ايه مرايه لبعض؟ يعني لما اجي اقسمهم ده زيرو ده جول، فعند اي نقطه بحسب عندها ريسبونس ايه اللي هيحصل؟ الار هتبقى قد الكيو، يبقى الريسبونس بتاعي اللي هو مين؟ ار على كيو يبقى ايه؟ واحد. طيب ار على كيو ار على كيو ار على كيو هيبقوا الاثنين عند بعض واحد. الفيز عند الزيرو هيبقى الفيز بتاعي بكام؟ ات اوميجا بتساوي زيرو. الفيز بتاعي هيساوي كام؟ خد فيكتور اوله زيرو اخر نقطه، يبقى الزاويه بتاعت الزيرو 180 يبقى الفاي بتساوي 180 والبيتا بتساوي كام؟ خد فيكتور اوله جول واخر نقطه زيرو. يبقى عند الدي سي الفيز بتاعي كام؟ 180. الله الكلام ده سليم ولا مش سليم؟ سليم. لو جيت انا حطيت عند الدي سي هيبقى الكباستور بتاعي ايه؟ اوبن سيركت. هيبقى الجيم بتاع السيركت دي ايه؟ نيجاتيف ار2 على ار1 بتديني نيجاتيف، يبقى بتديني فيز كام؟ 180. طب شغل تاني اتصالات من معدل ايه لو حبيت اجيب الفيز اجيبه ازاي؟ تان انفرس شيل الاس احط جي اوميجا يبقى تان انفرس اوميجا ار سي على نيجاتيف 1 ناقص تان انفرس اوميجا ار سي. قلت لكم بس المره اللي خلي بالكم الزاويه دي موجوده فين؟ دي ربع تاني مش كده؟ يبقى نكتبها ازاي؟ 180 ناقص تان انفرس اوميجا ار سي ناقص تان انفرس اوميجا ار سي يبقى 180 ناقص 2 تان انفرس اوميجا ار سي. عند الاوميجا بتساوي زيرو من المعادله دي هيطلع لي الفيز بكام؟ ب 180، ومن الرسمه طلعته بكام؟ ب 180، ومن السيركت لما حطيت الكباستور اوبن سيركت 180 الحمد لله. طب عند الاوميجا بتساوي انفينيتي عند الهاي فريكونسي ايه اللي هيحصل؟ عند الانفينيتي فيز دي بكام؟ فيز الزيرو بكام؟ 90، وفيز الزيرو 90، الفاي 90 والثيتا 90، مقتنعين ولا لا يا شباب؟ عند الهاي فريكونسي يبقى الفاي 90 والثيتا 90، يبقى ده معناه ان الانجل بكام؟ بزيرو. طب ومن المعادله لو حطيت الاوميجا بالانفينيتي كان انفرس الانفينيتي باي على 2 في 2 بباي 180 ناقص باي بزيرو. يبقى من المعادله عند الهاي فريكونسي زيرو، ومن الرسمه عند الهاي فريكونسي زيرو، ومن السيركت لو حطيت ده شورت ايه اللي هيجرى؟ الفي ان هيجي هنا هو نفسه موجود هنا كرنت بزيرو كرنت بزيرو، يبقى ده برضه ايه؟ ده الفي اوت بفي ان يبقى الفيز بزيرو برضه. طيب ده الاول باس فلتر لو معمول كده، لو بدلت الاول سي كل اللي هيتغير بس نفس الايكويشن، بس ايه اللي موجود؟ ماينس بس زياده مره. فايه اللي يحصل؟ نفس الزوايا ونفس الشغل اللي احنا عملناه، بس هنعمل ايه؟ هنجمع 180 او نطرح 180 واحد، هنطرح 180 في الكونستي اللي هي زيرو. فبالتالي الفيز بالرياضه هيبقى عامل ازاي؟ ناقص 2 كان انفرس اوميجا ار سي. عند زيرو لا مش مش تبقى 180 تبقى زيرو. عند الانفينيتي مش تبقى زيرو تبقى 180. تمام؟ في اي مشكله يا شباب؟ نقول بس فلتر ده الفريكونسي الفلوس بتاعه. الجنرال فلتر بقى عامل ازاي؟ الجنرال فلتر ده يا
جميل ابن ناس عامل ازاي؟ عامل كده. ده الجنرال فيرست اوردر فلتر. ده حلو قوي جدا. دي البي ام ودي البي اوت. ده الريلايزيشن بتاعه ان جنرال. دي ار 1 ودي سي 1، دي ار 2 ودي سي 2. تمام؟ هو احنا تركيزنا دلوقتي مش على الريلايزيشن، تركيزنا بس ايه؟ ان انا اديك رسمه بول وزيرو على كده تعرف على طول تقول لي ايه؟ ترسم لي الريسبونس، تجيب لي الفيز، ترسم لي الفيز، الحاجات دي كلها. الريلايزيشن هيبقى قدام بتكبر اكسبوننشالي. الدوائر بتكبر، فحلو ان يبقى عندك فكره عنها. يعني النهارده بنتكلم عن كام دايره صغيره، فهتبقى حاجه جميله لما تبقى عارف اه والله ده كده هاي باس فلتر وعارف شكل الريسبونس بتاعه عامل ازاي. اه والله ده عباره عن اول باس فلتر وشكل الريسبونس بتاعه عامل ازاي. تبقى حاجه لطيفه يعني. ده بقى جنرال فيرست اوردر فلتر. جنرال يعني ايه؟ جنرال ايكويشن بتاعت الفيرست اوردر عامله ازاي؟ ان جنرال هي بتبقى حاجه عامله A نوت اس بلس بي مثلا على A1 اس بلس بيتا اي حاجه. ده الريسبونس بتاعه بيبقى عامل كده يا شباب. جنرال اقصد بيها حاجه يعني مختلفه عن اللي كده. تمام؟ ده بيبقى تحديدا عامل كده. نيجاتيف ار 2 على ار 1. مش ده الجين لو مفيش كاباسيتنس؟ طبعا احنا لو عاوزين نحسبه رياضيا بقى خطوات يعني هنحسبه ازاي؟ انا هكتب لكم النتيجه على طول، لكن حسابه كخطوات الحاجات الجديده هعملها معاكم ان ديتيلز. وخطوات ده موجود عندكم في الورقه، لو موجود في ده حاجه سهله مش حاجه صعبه يعني. مين نيجاتيف زد 2 على زد 1 برضه. تمام؟ واللي هي اثباتها معادله القيم بي بلس بتساوي ماينس في فيدباك والجيم بيقفلت في الكلام البسيط ده. نيجاتيف زد 2 على زد 1 والاثنين هنا بارل والاثنين هنا بارل. سهل قوي توصل النتيجه اللي هتكتبها دلوقتي. الجين للجنرال فلتر الفيرست اوردر يساوي نيجاتيف ار 2 ار 1. اقلب الاثنين دول يبقى ار 1 سي 1 ار 2 سي 2 اس بلس 1. دي المعادله ايه؟ بتاعت الجنرال فيرست اوردر فلتر. عند الاس بتساوي 0 الدي سي جين بكام؟ الاس بتساوي 0 يعني الدي سي الجين هيساوي كام؟ واضحه قوي ماينس ار 2 على ار 1. طب والهاي فريكونسي جين؟ نفس الرسوم اللي احنا عملناها قبل كده. ليميت الاس نفس الفاليتي هيديني ايه؟ كوفيشن اس كوفيشن اس هيديني ايه؟ نيجاتيف سي 1 على سي 2. رابع لما نحب نرسم ريسبونس هنرسمه ازاي؟ ها ايه رايكم؟ سهل ولا صعب؟ بس مش سهله جدا. ناخد مثال اس بلس 1 مثلا على اس بلس 2. ده لما نحب نرسم الجيم بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ مبدئيا البول 0 بلوك عندي 0 عند النيجاتيف 1 وعندي بول عند النيجاتيف 2 مش كده؟ طيب ماجنتيود اتش اوف الاس نرسمها ازاي؟ عند الدي سي ده هيديني كام يا قاسم؟ ان كان قاسم فين؟ ها؟ هيديني نص. طيب وهنا كده عند الانفينيتي ده كده هيديني كام؟ هيديني واحد. فده الريسبونس بتاعه بالايه؟ حاجه عامله. ده ما اقدرش اقول ان هو هاي باس فلتر قوي يعني. هنا ايش في ريجكشن؟ وطبعا بص ده رقم اقل من واحد على جذر 2. واحد على جذر 2 اللي هو كت اوف 0.7. يعني ايه؟ مش هو بالظبط هاي باس فلتر. طبعا لو ده مش نص مثلا لو ده ثلاث ارباع خلاص بقى اصلا ما فيش ريجكشن يعني. ده فوق ال 0.7. دي حاله جنرال يعني. ليه بقت اس بلس 1 على اس بلس 1؟ لا انا ما بقولش ليه بقت، هي دي ما بقتش دي. انا هنا اديتك مثال. انت عشان تخلي دي سهله ولا صعبه؟ هتختار ارقام الار والسي. تمام؟ بس هي خلي بالك ده بقت دي، ده في نيجاتيف كمان هنا قدام. مش هنقدر نوصل للدين دي بالظبط. بس قدام بقى ايه اللي بيحصل؟ احنا درسنا الحالات يعني مسكنا شكل الترانسفير فانكشن وشفنا الرسمه ومن الرسمه عرفنا نرسم البول بلوك او الفريكونسي ريسبونس كماجنتيود وكفيز. قدام بقى حاجه اقول لك، هات لي بقى الترانسفير فانكشن الجميله اللي محقق شويه الكاركترستكس دي مثلا نو بيكينج او فيها بيك كواليتي كذا. عاوزها باند باس باند ستوب لو باس. وبعدين حققها لي باستخدام الاوب امب بقى. يعني هات الاوب امب الجميل اللي حققها. تمام؟ فهي دي الستبس بتاعتنا. نتكلم عن السكند اوردر فلتر. السكند اوردر فلتر ده حاجات لطيفه قوي. نشوف كده الاشكال العامه للدفرنت كيسز للسكند اوردر فلتر. بعدين هكلمكم عن اللو باس فلتر وهنعيد كده شويه كلام
مش هنعيد بقى يعني، بس هنتكلم اكسترا عن حاجه اسمها البيكنج. احنا كنا اتكلمنا عن الكواليتي المره اللي فاتت وازاي الكواليتي بتاثر على اماكن البولز. فاكرين لما الكواليتي كانت اقل من النص كان ايه اللي بيحصل؟ اقل من النص كان اوميجا تبريال وديفرنت بيساوي نص، اوميجا تبريال وريبيتد. اكبر من النص كان كومبلكس كونجوجيت. حلوه. احنا برضه هنتكلم عن النهارده عن الكواليتي تاني، بس هنتكلم بقى موضوع البيكنج امتى بتحصل بيك. لو تاخدوا بالكم في الاول قلت احنا بنقرب من الجي اوميجا اكس بيبدا يظهر بيك. المره اللي فاتت رسمنا اللوبس فلتر، والسنه اللي فاتت البيرس اللوبس فلتر، وكان بيديك حاجه عامله كده. طب ايه بقى الموضوع الجديد ده؟ ايه اللي هيخلي البيك بتاعك تظهر؟ هل بتظهر دايما؟ هل اي لوبس فلتر بيظهر فيه البيكس ولا تحت كونديشنز معينه؟ هو ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. وبعدين هنعيد تاني نفس الكلام اللي فات، لوبس وهاي باس وباند باس وباند ستوب واول باس، بس مش هكلمكم عن الريلايزيشن النهارده. عشان اكلمكم عن الريلايزيشن يبقى احنا دوائر اكبر مننا دلوقتي، دوائر هتاخدوها عند الدكتور، حاجه اسمها السالين كي، دوائر كده لطيفه ونماها خفيف، هنا اتكلمنا اسمها في اول سيكشن، حاجه زي السالين كي والباش باي كوبادز او الباك باي كوبادز. فمش هكلمكم عن الريلايزيشن، بس هنرسم بس البوزين بلوت ونشوف الريسبونس عامل ازاي. بالمناسبه المره اللي فاتت كنت كلمتكم عن باند باس فلتر جاي باي كاسكيدنج اثنين ار سي سيكشنز ورا بعض، تمام؟ بس في الحقيقه ما اقدرش اقول ان ايه؟ ما اقدرش اقول ان الريسبونس بتاعي هو حصل ضرب التو سيكشنز دول. الكلام ده ما بيبقاش صح غير في حاله ايه يا شباب؟ لو السيكشن الثاني دوت الامبيدنس بتاعته كبيره مش عامل لودنج على السيكشن الاولاني. يعني المره اللي فاتت انا قلت لكم موضوع اللودنج، بس ايه؟ بس في حته كده هقولها لكم النهارده عشان نرفع بيها الكواليتي او نحقق ترانسفير فانكشن شبه المره اللي فاتت. هو ما اقدرش اقول ان ده هو فلتر ده هو فلتر، ده بيديني واحد على واحد زي الار سي اس، وده واحد على واحد زي الار 2 مثلا سي 2 اس، اقرب الاثنين ببعض. ده مش هيحصل غير لو في عندي درجه مش فاهم امتى. ده مش هيحصل كارنت لو هنا ايه؟ عندي هاي امبيدنس، يعني الار بتاعتي كبيره والسي بتاعتي لا قليله. الكلام ده متحقق يبقى ساعتها فعلا ايه؟ السكشن الثاني مش عامل لودنج على السكشن الاولاني، والسكشن الثاني عامل لودنج بيصعب كارنت، يبقى الفولتج ديفايدر اللي في الاول دي ما كانتش صح اصلا. طيب وده مش هيحصل غير لو الار كبيره والسي صغيره، يبقى هاي امبيدنس. السكشن الاولاني شايف انبوت هاي امبيدنس، او السكشن الثاني شايف لو اوت امبيدنس في السكشن الاولاني. ده ممكن نحققه بالظبط لو حطينا ايه؟ بفر في النص عشان ازود الريزستنس. ده معناها انها ايه؟ يبقى لارج اريا عن الانتجريتد سيركت، ودي حاجه بتبقى صعبه يعني. يا اما انا احط بفر في النص افصل عشان اتلاشى او اقلل تاثير اللودنج بقدر الامكان. بفر فيها هاي انبوت امبيدنس ولو اوت امبيدنس. طيب تعالوا بقى نتكلم عن اللو باس فلتر. حد فاكر الايكويشن بتاعت اللو باس فلتر كانت عامله ازاي؟ كانت عامله كده، واحد على اس سكوير بلس اوميجا نوت على كيو اس بلس اوميجا نوت سكوير. واعتقد النهارده بداتوا تقتنعوا اكتر بالمعادله دي. المعادله دي لو حطيت فيها الكواليتي انفينيتي ايه اللي هيحصل؟ الترم ده هيختفي، هيبقى الكوفيشنت زيرو، هيبقى عندي البولز بالظبط فين؟ على جي اوميجا اكس. واحنا فعلا اقتنعنا النهارده اكتر ان كل ما البولز اتقرب من الجي اوميجا اكس كل ما ده هيديني ايه؟ هيديني ليكس، يعني هيرفع من الكواليتي بتاعت الصفر. طيب احنا مقتنعين بالايكويشن دي. حد فاكر الايكويشن دي كان حلها عامل ازاي؟ كان حلها الاس بتساوي بلس 2 اوميجا نوت على 2 كيو تايمز نيجاتيف 1 بلس اور ماينس روت 1 ناقص 1 على 4 كيو سكوير. كان ده شكلها، ده كان شكل البوز يعني. المره اللي فاتت مسكنا الترم اللي تحت الروت وقلنا اه والله انا عاوز اخليه بوزيتيف، فهيبقى بوزيتيف امتى؟ بوزيتيف يعني ايه؟ عندي نيجاتيف ريال روتس وديفرنت، يبقى الكواليتي اقل من نص. طب ده عشان يبقى نيجاتيف الكواليتي اكتر من نص، وفي حاله لو الترم اللي تحت الروت ده نيجاتيف يبقى البوز بتوعي مش نيجاتيف وريال، البوز بتوعي هيبقوا ايه؟ هيبقوا كومبلكس كونجيجيت. هيبقوا البوز بتوعي كومبلكس كونجيجيت، يبقوا البوز بتوعي كومبلكس كونجيجيت لو الكيو اكبر من النص عندي كومبلكس كونجيجيت بوز. ودي الحاله بتاعت الار ال سي فلتر، وبرافو في طلبه كتيره قوي عرفت تثبت لي سلمت السؤال يعني بتاع البونص، يعني كيو اقل من النص سلمت. ما اعرفش بقى حلوه صح ولا لا، بس هنا دول ايه؟ دول نيجاتيف ريال. اللي احنا عاوزين نشوفه النهارده بقى نشوف امتى البيكس بتحصل. هو انا اقدر اشيل الاس دي واحط مكانها ايه يا شباب؟ جي اوميجا، مش كده؟ هول سكوير بتبقى نيجاتيف اوميجا سكوير. يعني ماجنتيود الاتش اوف الاس هيبقى هو عباره عن ايه؟
ماجنتيود اوميجا نوت سكوير ناقص اوميجا سكوير بلس اوميجا اوميجا نوت على الكيو تايمز الجي. دي اللي هي هتديني ايه؟ واحد على روت اوميجا نوت ماينس اوميجا اوميجا نوت سكوير ماينس اوميجا سكوير كل سكوير بلس اوميجا اوميجا نوت على الكيو كل سكوير. ده عشان يبقى ماكسيموم لازم اللي تحت ده يبقى ايه؟ يبقى مينيموم. اجيب المينيموم بتاعه ازاي؟ افضله بالنسبه للاوميجا. لو فضلته بالنسبه للاوميجا هلاقي ايه يا شباب؟ هلاقي ان الاوميجا المفروض بتحقق التفاضل دوت يساوي زيرو. هي مين؟ هي اوميجا نوت في روت واحد ناقص واحد على اثنين كيو سكوير. مش دي بس، الايكويشن دي لو فضلتها وصلتها للزيرو هتلاقيها بتطلع حلين، يا اما الاوميجا بصفر يا اما الاوميجا ايه؟ اللي قدامك دي. الاوميجا دي لو موجوده يبقى هي دي بتاعت البيك، ودي عشان تبقى موجوده لازم يبقى الرقم اللي تحت الجذر ده ايه؟ ده موجب. يعني عشان يبقى في عندي بيكنج لازم الرقم ده يبقى بوزيتيف، وعشان ما يبقاش في عندي بيكنج الرقم ده يبقى نيجاتيف. فالنو بيكنج كونديشن الرقم ده نيجاتيف. يعني الكيو بتاعتي ايه يا شباب؟ اقل من مين؟ من واحد على جذر اتنين. كيو اقل من واحد على جذر اتنين، واحد على جذر اتنين ده 0.7. فلو انا سالتك يا هشام سؤال عليه نوع درجه ونص لكل الناس، يعني لو انا عاوز اعمل رياليزيشن لسكند اوردر فلتر اول حاجه هجاوب. لو انا عاوز اعمل رياليزيشن لسكند اوردر فلتر يديني كومبلكس كونجكت بوز يعني هاي كواليتي وما فيهوش بيكنج، فايه رايك في الكواليتي اللي احنا هنختارها؟ 0.4 ولا 0.6 ولا 1 ولا 10 باور 6؟ 0.6. ليه؟ انتوا الاثنين غلطتوا مع بعض. ليه بقى؟ مع بعض برضه ماشي، احنا مبروك عليك. طيب اسمك ايه بقى؟ سامح. اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن محمد برضو؟ طيب ماشي، انتوا الاثنين عبد. لا انت تاخد واحد بقى مش ربع. طيب انا هديكوا بقى بس ربع وهاتوا لي اساليكوا بعد السكشن. طيب يا شباب كلام جميل قوي. يبقى النو بيكنج كونديشن ان كيو تبقى ايه؟ ليت ذات او بوينت 7. تمام؟ السؤال اللي سالته قبل كده كان سؤال من الترم برضه. واحد من ضمن 10 عشان ال 10 عشان الواحد اللي كان في الاول. طيب يا شباب والبيك لو مسكت الاوميجا بي دي وعوضت بيها هنا هيديني ان الماجنتيود اوف الاتش اس عند الاوميجا بتساوي الاوميجا دي بتساوي كيو اوفر روت 1 ناقص 1 على 4 كيو سكوير. ده معناه ان هو عند الهاي كواليتي لو كيو ده رقم كبير قوي اوميجا دي تقريبا هتبقى يعني اوميجا نوت والماجنتيود تقريبا هيبقى هو مين؟ بيساوي كيو. الرقم ده هيبقى مهم الجنب الواحد يبقى تقريبا هي ايه؟ ام كيو. والرسمه بتاعتي بالتالي تبقى حاجه عامه كده، لو الكواليتي بتاعتي كبيره قوي ده هيبقى اوميجا نوت وده تقريبا كيو. طيب سالكوا ايه رايكم يا شباب لو اخدنا الايميجنري قسمناه على الريال في معادله الدور؟ هنعمل كذا تجربه دلوقتي. هنحسب ماجنتيود الاس، يعني هنحسب ده كده نحسب له الماجنتيود اللي هم كومبلكس كونجكت، يبقى بالتالي ايه؟ يبقى بالتالي اقدر اخد واحد واحط هنا جي. احسب ماجنتيود ازاي؟ ريال سكوير زائد الايه؟ الايميجنري سكوير. لو عملت دوت هيطلع لك ماجنتيود الاس بيساوي اوميجا نوت. الله، ده معناه ايه يا شباب؟ ده معناه ان انا على الاس بليه دي هنا كده السيجما وده كده الجي اوميجا. لو انا عندي كومبلكس كونجكت بوز الماجنتيود ده بيعبر لي عن ايه؟ بيعبر لي عن المسافه دي. بيعبر لي عن المسافه دي. المسافه دي هتبقى بكام؟ باوميجا نوت. طب لو انا خدت تو كومبلكس كونجكت بوز تانيين بس بيحققوا نفس الاوميجا نوت، ده معناها ايه؟ بيحققوا نفس المسافه مع الاورجن. تمام؟ يبقى لازم نفس المسافه مع الاورجن تبقى اوميجا نوت. طب انا هتحرك على انهي كيرف؟ دايما يحقق لي المسافه ما بينه وما بين الكيرف دوت هينط على الكيرف والاورجن اوميجا نوت. يبقى هاف سيركل. يبقى انا بتحرك على الهاف سيركل بحقق ايه يا شباب؟ ان كل السيستمز اللي ليهم الكومبلكس كونجكت بوز على هاف سيركل ليهم نفس ايه؟ ليهم نفس الانجلر سنتر فريكونسي. ممتاز. طيب ايه مجموعه السيستمز اللي هي بتحقق نفس الكواليتي؟ ايه رايكم لو مسكنا الايميجنري قسمناه على الريال يا شباب؟ ايه اللي هيبقى؟ مين الايميجنري ومين الريال؟ اهو دي البوز بتاعتي. هيبقى مين هو الايميجنري؟ روت 1 على 4 كيو سكوير ماينس 1. ومين الريال؟ طبعا في اوميجا نوت اوفر 2 كيو وهنا اوميجا نوت اوفر 2 كيو. طبعا هو الاسلوب بتاعي انا بتاعي اوميجا نوت اللي جرى لها طارق. الله، ده معناه ان انا لو خليت الريشيو بتوين الايماجينري، ركزوا يا شباب عشان في خلاص جاي،
مش النهارده ما فيش ترغيب، في ترغيب بس المره الجايه في كويز تمام. بس يعني والله انا مش عاوز اضايقكم يعني، انا عاوز تبقوا مبسوطين والاقصى درجه. انا عارف طبعا ثالثه اتصالات دي بالذات الترم الثاني اكبر يعني اكبر كم مشاريع كوميونيكيشنز فيها ويوز فيها واكتف فيها وديتا ستراكشرز فيها، فانا مش عاوز كمان ايه يعني اخلص عليكم الكويزات كل اسبوع. هو الموضوع مش بضايقكم والله، لو الناس مش عاوزه تحضر يعني في ناس مثلا عندها مشاكل في الحضور او كده ممكن تيجي تكلمني مثلا لاي ظرف. انا مش بعمل كويز عشان اجبرك انك تحضر، لا مش عاوز دي. طبعا مهم قوي انك تحضر، انا ما خدتش النهارده اتندنس مش عليه درجات بس عشان اشوف البرفورمانس، مهم انك تحضر. بس الكويز ده مجرد ممكن تنزل اول باول عشان ما تنساش نفسك حد قبل الفاينل. والله ما في اي ضغط نفسي، انا اخر السكشن هوزع عليك شويه ورق كده في خمسه ام سي كيو، الخمسه هيبقوا من السكشن ممكن واحده او اثنين بس ايه من بره. اي حد فيهم شويه هياخد الدرجه او نص الدرجه، بس انا كده اضمن ان انت عايز السكشن بس مركز، لا تبقى قاعد خايف ولا تبقى جاي مش عادي جدا ولا في اي ضغط نفسي حاجه. خد الموضوع ببساطه، اجري ايه يعني؟ ايه اقصى حاجه ممكن تجري ولا اي حاجه تمام؟ طيب عندنا ايه يا شباب؟ لو انا خليت الريشيو دي كونستنت يبقى انا كده بضمن ايه يا شباب؟ ان كيو كونستنت. ما هو لو الريشيو دي كونستنت يبقى ده كونستنت، يبقى اللي هو كونستنت يبقى 1 4 كونستنت يبقى كيو كونستنت. يبقى لو الريشيو ما بتوين الريل والايماجينري كونستنت يبقى ده معناه ايه؟ ان الكيو كونستنت. طب ده بيحصل امتى؟ الريشيو ما بين الايماجينري والريل ده معناه ايه؟ فرق الوات على فرق الاكسات اللي هو ايه؟ ميل الخط المستقيم. يبقى انا بتحرك على الخط دوت الكواليتي هنا اخبارها ثابته، يبقى ده كده كونستنت كواليتي. وانتوا عارفين من الكواليتي ديفينيشن ان الكواليتي هي مين يا شباب؟ رياكتيف باور 2 باي اف نوت تايمز مين؟ الرياكتيف باور على الاكتيف باور مش كده؟ يعني ميجنري على ايه؟ فلو رياكتيف باور على الاكتيف باور كونستنت يبقى الكواليتي كونستنت. طيب وبرضو عارفين ان الكواليتي تعرفها ايه؟ اوميجا نوت على الباندويت تمام؟ كل ما الباندويت بتاعي يزيد كل ما الكيو تقل المفروض ده كده ده مور سيلكتيف ده كده ايه؟ لا سيلكتيفيتي اقل ده كده سيلكتيفيتي اقل اسوم كل ما الباندويت تزيد كل ما الكواليتي تقل. الكيو بتساوي اوميجا نوت على الباندويت الله يعني الباندويت هو مين؟ يعني الباندويت هو مين يا شباب؟ يعني الباندويت كواليتي بتساوي اوميجا نوت على الباندويت يبقى هو اوميجا نوت على الكواليتي الله. واوميجا نوت على الكيو ده مش هو الريال بارت من الجود؟ هو تحديدا الريال بارت نيجاتيف اوميجا نوت على 2 كيو. لو انا خليت الريال كونستنت يبقى خليت مين كونستنت؟ اوميجا نوت على 2 كيو. يعني خليت اوميجا نوت على الكيو كونستنت ولا لا؟ يعني خليت الباد بوتس كونستنت ولا لا؟ يبقى الكونستنت باد بوتس ده بيحصل امتى؟ بيحصل على الفيرتيكال لاين ده. سؤال تاني عليه ربع درجه ونص ما تجاوبوش بقى. ايه رايك يا شباب؟ ده سيستم جبت سيستم هنا تمام؟ الحق خد ايه؟ خد البلس وقت الرخص يعني الدنيا هتغلى بعد كده تمام؟ طيب وهنا كده ايه؟ ده السيستم التاني اللي هو ليه التو بوز دول؟ ده السيستم التاني. اني سيستم من الاثنين اعلى في الكيو وانهي اعلى في الباندويت؟ اللي فوق اعلى في الكيو. لا 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 الاثنين يوم يمسكوا بالبوكس ها؟ اللي فوق هيبقى اعلى والبالانس عشان طب وكيو ايه اخبار؟ والكيو اعلى ولا اقل؟ الكيو اعلى الكيو اعلى اللي فوق والباندوز واحد الباندوز واحد. انا بتكلم دلوقتي الباندوز واحد في الاثنين ماشي، انا بتكلم كيو اوميجا نوت كيو هتبقى اكبر في اللي فوق برضه؟ يعني اللي فوق اكبر كيو اوميجا؟ ها؟ اعلى في الكيو اعلى في كيو الاوميجا نوت في الاثنين كيو فوق ولا اعلى؟ اوميجا نوت ثابته برضه؟ طيب طيب ماشي يبقى اتفضل الكيو اعلى بس حقك تاخد بونص برضه فيها باشمهندسه باشمهندس باشمهندس باشمهندسه باشمهندس اسمك ايه؟ محمد مصطفى محمد مصطفى باشمهندسه ندى ندى باشمهندس امام تمام؟ جمال؟ طيب معلش انا اسف طيب لا هو انت جبت صح بس انا يعني عاوز ادي فرص اكبر يعني مدي زمان اكبر يعني عشان كده كتبكم يعني عشان خاطر نسمعكم طيب اه برافو عليك يا شباب مظبوط جدا. لا ركزوا معايا انا عاوز ناس جاوبت اجابات مختلفه. هم احنا اتفقنا ان الكونستنت اوميجا نوت على ايه؟ على الدوائر او على الهاف سيركلز. هنا الدايره صغيره هنا ايه الدايره اللي جرى لها؟
كبرت يبقى هنا اوميجا نوت قليله هنا اوميجا نوت اكبر. طب الكواليتي كواليتي عامله ازاي؟ كل ما اقرب من الجي اوميجا اكس الريشيو بتاعتي السلوب بتاعي يبدا ايه؟ هنا يزيد اهو. احنا قلنا السلوب بالنسبه لده يعني او كانه بيقل لو هو 180 ناقص. فبالتالي ايه؟ بالتالي ده كده كيو اقل ده هنا كيو ايه؟ اقل عمال بقرب من الجي اوميجا اكس. يبقى التو بولز دول كواليتي اعلى وايه كمان؟ هو اكيد مش نفس الكواليتي عشان يجاوب نفس الكواليتي. نفس الكواليتي يبقى لازم على نفس الخط. نفس الخط اللي هو ليه سلوب مش انفنت سلوب. ده خط غير ده يبقى كواليتي مختلفه تمام؟ واكيد مش نفس الاوميجا نوت هم على دوائر مختلفه. فاللي فوق اعلى في الكواليتي واعلى في ال واعلى في الاوميجا نوت. وليه؟ ما هو عشان يبقى باد نوت واحد ما ينفعش يزيد في واحده ويقل في الثانيه. هو الباد نوت مين على مين؟ اوميجا نوت على كيو. يبقى لازم لو الاوميجا زادت اوميجا نوت زادت ال على كيو تزيد معاها هي كمان عشان يبقى الاوفر اول بتاعي ايه؟ ثابت. طيب اخر حاجه بقى قبل ما نطرقه ده كده ايه رايكم فيه يا شباب؟ ده باند ستوب فلتر نوتش فلتر تحديدا يعني وده نوتش برضه وده برضه نوتش يعني انا اهم حاجه عندي ان يكون ايه؟ الزيروز على جي اوميجا اكس. فعند الاوميجا نوت يديني ايه؟ عند الاوميجا نوت يديني عند الاوميجا نوت يديني زيرو ريسبونس. البولز ما تفرقش بقى كومبلكس كونجكت نيجاتيف وريال كل ده ما يفرقش معايا. طيب ايه رايكم في ده يا شباب؟ لو الريسبونس بتاعي عامل كده اخر حاجه هقولها او اخر حاجتين ده طبعا ما فيهوش اي مشكله مش كده ولا ايه يا شباب؟ ده مين ده؟ ده هاي باس فلتر. ليه؟ اس سكويرد على اس سكويرد بلس اوميجا نوت على كيو اس بلس اوميجا نوت سكويرد. اس سكويرد دي بناء على هاي باس فلتر عندي ريبيتد عدد الزيروز قد عدد البولز والزيروز موجودين عند الزيرو يبقى عند اوميجا نوت بتساوي زيرو هيديني زيرو عند اوميجا عند الاس بتساوي انفينيتي هيديني ايه يا شباب؟ واحد. ده على ده ما ينفعش ده بس يعني لو ده اس ده مش هيبقى في الحاله دي مش هيبقى هاي باس فلتر لانه عند الانفينيتي هيديني ايه برضه؟ عند الانفينيتي هيديني زيرو مش كده ولا ايه؟ هي اس اللي فوق تمام؟ طيب طب بالمناسبه اس على اس سكويرد ده يبقى مين؟ يديني زيرو عند يديني زيرو عند زيرو ويديني زيرو عند الانفينيتي بس النص يديني حاجه يبقى ده باند باس فلتر. يبقى لو انا عندي زيرو واحد وتو بولز ده هنا كده ده هاي باس فلتر زيرو هنا بس عند الانفينيتي بيديني هنا هنا زيرو هنا وزيرو هنا بس في جيب في النص ده باند باس فلتر. طب ايه رايكم في ده؟ ده مين ده؟ ده المرايه مش كده؟ لو جيت عند اي نقطه عاوز احسب ماجنيتيود الاتش اوف الاوميجا حول ايه؟ ادي الارات وادي الكيوهات دي ار1 دي ار2 ار1 ار2 على كيو1 كيو2 ار1 قد كيو1 وار2 قد كيو2 دايما ثابت ده مين؟ ده اول باس فلتر. الريسبونس يبقى عامل ازاي؟ اتش اوف اس يبقى عامله ازاي؟ اس سكوير نقول مثلا ايه 2 اس سكوير زائد ايه 1 اس زائد ايه نوت على بي 2 اس سكوير زائد بي 1 اس زائد بي نوت. ايه الكونديشنز اللي تخلي ده اول باس فلتر؟ لازم الكوفيشن ده يبقى قد ده والكوفيشن ده يبقى قد ده. ايه نوت تبقى قد ايه نوت؟ وايه الاثنين تبقى بي 2 لكن ايه اللي يضرب ايه 1 وبي 1؟ واحده منهم عكس الثانيه في الاشاره ده اللي احنا بدانا بيه النهارده السكشن. لو كوفيشن الاس نيجاتيف والباقي بوزيتيف ده معناها موجود فين؟ في الرايت هاند بلين يبقى ده لازم يبقى نيجاتيف. ده بيساوي نيجاتيف بي 1 وبي 1 ده يبقى رقم بوزيتيف. لو كلهم دول بوزيتيف يبقى انا فين؟ في الليفت هاند بلين. ولازم دول كلهم كماجنتيودز يبقوا قد بعض عشان يبقى بالتالي لما اجي اقسم ماجنتيود يديني ايه؟ يديني واحد يبقى اول باس فلتر. كده كورسات طبيعيه يا شباب. مفيش طبعا كويز النهارده تعملوا فوت ليك عشان نشوف بقى ايه؟ نشوف ازاي في الكورس.